احنا برجعوا البطوله دور رحبوا الاخواني معنا في الاستوديو سي سعيد صديقي اهلا بك. شكرا سي امين وتحيه خاصه للجميع مستمعي راديو مارس. حاج نجيب حنوني مدرب فريق رشيد برونسي الحاج اهلا بك. مرحبا ومرحبا مستمعي راديو مارس. في دار المجيء ديال حاج محمد نجمي وكذلك يكون معنا بار تليفون اخوان اخرين. البطوله دو هذا الاسبوع الملاحظ هو انه ما تتعطيناش نتائج قاره حتى انه في دوزيام ديفيزيون تقريبا كل سيمانه كيعطينا واحد هو البرومي تيبان وانه باقي ما ترسماتش بالضبط اشنو غيقدر يوقع وشكون المنافس وشكون غيقدر يطيح لان ملي تشوف الترتيب داكشي كامل سيري حتى ان صاحب الصف الاخير اللي هو شباب هواره راه حسابيا الاتحاد الاسلامي الوجدي ليزمو حسابيا راه باقي ما وقع حتى شي حاجه يمكن تقول راه هذه الفرقه راه غتعاني هذه السنه بحكم ترتيب كيفاش غادي من الاخر حتى تقريبا الصف الرابع ولا الثالث وحنا تقريبا في الدوره الثامنه. تفضل الحاج. كنظن كنعرفوا بان البطوله ديال القسم الوطني الثاني دائما كيكون فيها الصراع محتدم بين جميع الانديه فجميع الانديه تقريبا واحد النصف ديال الانديه كلهم عنوا منذ البدايه بانهم كيلعبوا على احدى بطاقات الصعود والباقي كيقول لك بانه كينشط البطوله ولما لا البحث على الصعود اذا تاتت الظروف. كنا سبقنا قلنا بان بالنسبه للقسم الوطني الثاني فما يمكن لنا نعرفوا الانديه اللي غتلعب على القسم الوطني الثاني الا في الثلث الاخير من البطوله تقريبا كيولي عندنا واحد ثلاثه الكوكبات، كوكبه اللي كتلعب من اجل حصد البطاقه تاع الصعود وكوكبه كتلعب من اجل تحسين المرتبه، واحد اربعه ولا خمسه ولا سته كيكونوا كيعانيوا من الانفلات من مخالب النزول. انا كيبان لي دائما هاد السيناريوهات عشناه جميع السنين ديال القسم الوطني الثاني كنعرفوا بان في البدايه كيكون تعثرات ديال بعض الانديه كما قلتي كاين تقلبات في هاد الاسبوع ولا تخني فريا الاولى لان كنعرفوا بان في البدايه بمجرد ما كتربح مباراة أو مباراتين فكنت كتصعد سلم الترتيب، ملي كتنهزم كتولي قريب الفرق إلا كانت الفرق اللي هي في المؤخرة انتصرات والفرق اللي هي في الوسط فكتحق عليها الفرق الأخرى. وكنظن بأن هذا أولا مؤشر إيجابي لأن جميع الفرق تقريبا متقاربة من حيث المستوى. كيبقى دائما كما كنقولوا كيبقى الحظوظ تتباين ما بين فريق وفريق، كاين الفريق اللي كي ربما كيمشيو ليه المباريات غير هكاك وكاين فريق اللي كينتصر، كاين بعض الانديه اللي عندهم لاعبين في المستوى ولكن بالرغم من ذلك فكتلقاهم كيعانيوا من اجل حصد النتائج. الا شفنا الترتيب كنشوف شباب خنيفرة في الصف الاول ب 15 مع جوج فرق اخرى ب 15 هو فيتهم بالنسبه العامه زائد سعود، رجاء بني ملال زائد 6 واتحاد الخميسات تهزموا لي خميسات زائد 4 موراهم نادي مكناسي 14 معاه ثلاثه الفرق اتحاد المحمديه ويوسفيه برشيد، من بعد منهم في الصف الثالث السابع كاين شباب قسم الثالث 12 من 7 لواحد 6 الاماكن 3 النقاط 3 بوان. وحنا في دوره ثامنه ملي كتمشي تشوف كاين اتحاد التمارب 11 دوك 4 النقاط وهو في الصف الثامن اتحاد التمارب كان بادي كيشكي وما عنده مشاكل وعنده مولوديه وجده اللي عنده كان تا غيجريو على حسن الركراكي كان صافي غادي يجريو عليه واتفقوا على انه غيمشيو من بعد رجع ولات مولوديه وجده بحكم الترتيب حتى هي تقدر تسمع في الصعود لان عندها في الصف التاسع 10 نقاط واللي نقدروا نقولوا مثلا من الصف 11 لتحت الرشاد البرنوسي راه عندها فراها 6 نقاط مع الصف الاول اتحاد طنجة. دونك واش ديك الانستابيليتي واش ديك التعطيله اللي تعطلوا هذا العام في لابريباراسيون وما بداوش بكري هي اللي خلات الريتم باقي ما دخلش في دوزيام ديفيزيون سعيد؟ هذا متفق معايا في هذا الراي لاقاش لا بليبا لي زيكيب اللي كما قال سي الحاج عنوني اللي كانت كتقول بان هي تلعب على ورقه الصعود من ضمنهم شباب مسيرة ومكناس pour ne pas dire les deux بداو اون بون بريباراسيون لعبوا لي ماتش اميكو بزاف وهذيك البرمجه اللي كانت بريفو 23 اوت ما لعباتش هذا كان عامل انا بالنسبه ليكيب اللي كنت كندرب ولكن اللي كنشوف دابا اللي كيكون مثلا كيبصم اللي تيشوف بانه يطلع هو اللي خصو يكون مثلا انتصر ثلاثه الانتصارات بحال الاتحاد المحمديه في الاول من دخل في الشامبيون بثلاث فيكتوار بان بانه كون
الحاج نجمي ربح هاد لي 3 ماتش كره هو تيبان بانه يمشي بعيد، ولكن كنظن بان كما قال السي حاج حنوني كل شيء مستقر في 15 بوان. الفرق ما كاينش كبير حتى من الراسينغ البيضاوي والبرنوسي عندهم 9 نقاط، ما كاينش فرق ديال 6 نقاط جواب. كنتمنى من الله باش كنظن بان في الميركاتو كنظن بان كاين بعض الفرق اللي كتقول بان تلعب على الصعود حاول تحاول تقلب على لاعبين مالغري كاين شي دي ماتش اللي كيتخسروا فابور ولا كيمشيو كيضيعوا نقاط. على سبيل الذكر شباب المسيره اللي بالمناسبه كنشكر المسؤولين ديالو اللي كان داروا فيها الثقه ومن بعد تحيت، ولكن ماشي مشكل هذا عادي في الميدان ديال الفريق ديالها ولا تحيت لا هذا موضوع اخر خصو حلقه اخرى خصو حلقه اخرى لا خصو حلقه اخرى هذاك خصو حلقه اخرى هذاك من بعد ونهضروا في هذا الموضوع. اللي تنشكروا المسؤولين ديال شخص البريزيدون والكاتب العام، ولكن كنظن بان من هذا المنبر كنتمنى لهم ماشي مسيره موفقه باش يعلنوا خصهم باش يبصموا على موسم جيد ما يبقاش لهم داكشي اللي وقع لهم السنه الفارطه. نتائج كاس الاسبوع في القسم الثاني، الوجدان انتصرت على الكوديم 2-1، الراك تعادلت 0 ديمت ليبام شباب قسم التادله، شباب اطلس خنيفره اللي كان كيلعب خارج الميدان مزيان داخل الميدان كيلقى مشاكل فهو انتصر 1-0 على الاتحاد الزبوري الخميسات، اتحاد طنجه هزمت امام الرشاد البرنوسي 1-0، اتحاد طنجه اللي عايشه غليان، اتحاد طنجه اللي كانت قريبه توقع الامين من هاشم ولكن بعد ما تفاهموش ومشى امين من هاشم وقع الجمعيه السري، والان اتحاد طنجه ما عارفينش شنو غيديروا بالضبط لان فريق كان كيقول هذا العام غنطلعوا عندنا ملعب عندنا هادي. انت دوزتي طنجه الحاج، واش فعلا كاين الناس كتحفر من اللور في طنجه؟ كاين الناس ما مخليش الفرقه تزيد القدام اولا الاهداف ما بيناش فريق اتحاد طنجه؟ يعني كلشي كيتسائل وفينا هذاك التيران ديال طنجه تبنى باقي ما شفناش في فرقه الكوكب هي طلعات اكادير كاينه بريمير ديفيزيون فاس كاينه بريمير ديفيزيون، وهاد الفرقه ديال طنجه اللي عندها جميع الامكانيات او ان عندهم كلشي كاين تيران كاين مدينه مزيانه كاين ظروف اللعب وفرقه كتبقى ديما تعاني لان عيب باش تقرب الكاتريان بلاص ما دارتهاش فريق اتحاد طنجه. تفضل الحاج. كنظن بان بحكم بان حشرت اتحاد طنجه واحد الفتره فالمشكل اللي كيوقع بان كتكون هناك وعود كبيره لا من طرف المكسب المسير اللي كيكون كيسير اللاعبين وكيكون الوعد اكثر من الامكانيات، فمن كيدخلوا البدايه ففاول شهر انا كنهضر على الفتره اللي كنت فيها انايا مجرد ما كتبدا الاستعدادات كتكون الوعود، ولكن مع بدايه البطوله او بدايه لا 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 قرب البطوله كتبدا المشاكل الماديه كتبدا تطفو على السطح، وكانت هذا هو المشكل الاساسي اللي كيعاني منه فريق اتحاد طنجه، لان مني كتسمع فريق اتحاد طنجه الميزانيه ديالو مليار و200 مليون ومليار و300 مليون في القسم الوطني الثاني، فكيبقى اكثر من علامه استفهام على هذا عدم الاستقرار، لان ما يمكنش جميع المدربين اللي مروا خفقوا في الفريق، الاكثريه ديال اللاعبين اللي مروا عانوا الامرين في, 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 في الفريق، اذا كيبقى انا من خلال العلم ديالي بالمحيط هذه السنه كاين مكسب مسير اللي باغي يخدم واللي يحاول يوفر بعض الامكانيات، ربما الظروف ما مشاتش كيف ما بغاو هما الان كيتخبطوا في نفس المشكل، لان المشكل ديال الفريق انا ملي كنقول بان الفريق لان الفريق اللي كيكون عنده المحيط كله لا من الناس اللي خدامين، انا كما سبق وصرحت بها خص الان دابا المكسب ديال اتحاد طنجه يتصالح مع الماضي ديالو ومع الناس اللي خدامين معاه واللي كانوا خدامين معاه ويحاولوا لان ذاك المحيط اللي هو قريب اللي كيبقى دائما لان ذاك الانسان اللي كتلقاه بانه خدام كويزيني وخدام فان ميناج وكتلقاه بانه ما تخلصاتش بوندون واحد ديزاني كيتسالوا الفلوس وكيتسالوا هذا، فكنظن هذوك الناس خص نوضوا نتصالحوا معاهم ونتصالحوا المكسب المسير يعرف شنو اش باغي ويمشي على قد الامكانيات اللي عنده ويوفى بها،
باش داكشي اللي كيوعد به يعطيه. وكنظن بان على حساب الفريق اللي شفنا لعبنا معاهم عندهم فريق متميز، فريق لعابه مزيانين، لاعبين مزيانين، وفريق بالامكان ديالو تحسن الوضعيه ديالو من القدام. ولكن كيبقى دائما كما كيقولوا حتى هما في الداخل كيبقى كيقول كاين هناك ايادي خفيه. هاد الايادي الخفيه شكون هي؟ الله اعلمها، الله اعلم. ولكن كيف ما كان الحال هناك مشاكل كيعاني منها الفريق، واللي كنتمناو لان بحكم قلت لك المعايشه اللي عشت معهم، هناك ناس طيبين، هناك ناس اللي بالامكان ديالهم يجمعوا الشمل ويحاولوا، باش لان راه حرام انا كنقولها، لان لا الامكانيات لا البنيه التحتيه لا طريقه الفكر اللي كيفكروا به. فهو فريق كيفكروا فريق ديال القسم الوطني الاول، عندنا فين الدرب، عندنا الملعب ديال المرشار، كاين زياده فيه لانكس ديالو، في مدينه اقتصاديه اكبر. لا حتى اللعاب اللي غتجي مثلا كاين المشاكل كيعانوا منها بعض الفرق القسم الثاني، انهم تيضطروا يجيبوا اللعاب هذا هو، لان بعض اللاعبين ما تيقدروش يعيشوا في بعض المدن. تيقنط طنجة، ما يمكنش اللاعب يقنط فيها، ما يمكنش واحد يمشي يعيش في طنجة ويقول انا قنطت. كاين راه كاين بريمير ديفيزون، بعض اللعابة تجي 60 مليون في هذه الفرقة، وكتجي 30 مليون فرقة أخرى تقول دير على قبل المدينة، نمشي لديك 30 مليون، اللهم نعيش، أن 60 مليون كان ما نقدرش نصبر ديك المدينة، يعني نفسيا ما غنرتاحش. دونك طنجة كاين شي مشكل، واش ما كيعرفوش يسيروا هاد الناس؟ هذا سؤال. واش كيوقع لهم مشاكل؟ واش الجمهور تيضغط؟ واش فعلا كاين ناس تيديروا عصا في الرويضة وما تيخليوش هاد الفرقة تقلع؟ كما كيقولوا أنه كل رئيس يجي كل راه ناس مسيرين قدام، كانوا في طنجة ما باغيناش تزيد، ما بغيناش ترجع البريمير ديفيزيون، ما بغيناش. كاين بزاف الاشياء متعلقه بهذا الفريق اللي هو في علامه استفهام كبيره. علاش كل موسم تعاني فريق اتحاد طنجه بالرغم ان تتوفر له امكانيات اللي ما عندش بزاف فرق منها؟ مثلا دابا الكوديام ولا بني ملال ولا خنيفرة ولا هادو، راه ما عندهمش داكشي اللي عندنا. سي امين، خصنا حنا نعرفوا بان اي مكسب مسير خصو يجي يعرف بانه ما عنديش الاجماع، خصو يعرفها. اي مكسب مسير الان كيسير في شي نادي ما عندوش الاجماع، دائما عنده معارضه وعنده ناس كتضغط عليه وناس اللي ما باغاش يزيد كاينين. ولكن الا بقينا كنقلبوا غير على داك الناس اللي كتحفر راه ما غنزيدوش، راه ما نخرجوش من الدار. ضروري كاين المعارضه، والمعارضه في بعض الاحيان كتكون ظاهره صحيه بالنسبه للانديه. ولكن حنا اللي خصو يكون العمل، وما نبقاوش نركزوا غير على الجوانب السلبيه هي اللي نبقاو مشادين فيها. خصنا نخدموا ونخليو هذوك المعارضين بزمنهم بشويه كيبداو يامنوا بالمشروع ديالنا، كيبداو يامنوا به. اما الا بقينا كنبقاو غير نتذكروا لا وكاينين ايادي خفيه وايادي هذه، راه ما غاديش نزيدوا قدام. وكنظن بان المشكل الكبير اللي دابا، لان اللي غادي يقدر يحكي على المشاكل ديالو ما كنظنش قال لك اهلهم كتادرى بشعابها، فما يمكن يهضروا على المشاكل اللي كيعيشوها الا الناس اللي هما مكلفين حاليا بالفريق، شنو هي المشاكل اللي كيقدروا يعانيوها. بالنسبه لي انايا من خلال كما قلت لك، كاين في الاول كاين هناك جميع الظروف كانت مواتيه من اجل لاعب احدى احدى بطاقات الصعود، لا من ناحيه الامكانيات اللي توفرت، ولا من ناحيه على حساب القيل، لا من ناحيه الريكروتمون، داروا دي ريكروتمون مزيانين. اذا اش بقى ربما الجو العام ما سمحش باش الفرقه ربما تعطروا بعض المباريات في وسط الميدان، وملي كتعطر وسط الميدان كتنوض قوه الانتقادات، وديك الانتقادات كتاثر دائما الا ما كانش الانسان قوي وشاد الى كيتزعزع. فهذا اللي كنتمناه بان لا رؤساء الفرق ولا اي واحد، لان النتائج راه حتى واحد ما دايرها في جيبه، النتائج ما كيديرش واحد في جيبه، ولكن بفضل الاصرار ديال المكونات ديال الفريق والمحيط ديالو، الاصرار ديالو على والايمان بداك الشيء اللي عندك على حساب الامكانيات اللي عندك، راه غادي تجي النتائج من بعد. ملي غادي تجي، لان اللي كيتمنى الانسان غير ما تطولش عنده مرحله الفراغ. هذو هضروا في بالي المكونات السي امين. كنظن بان راه هذا هو حان الوقت باش جميع المكونات ما فيهم قدماء اللاعبين ومسؤولين ولي زونسيان بريزيدون، انا ما كنعرفش بطنجه كيف سي الحاج، ولكن دابري الهضره اللي هضرت استنتج حاجه، هو خصهم يديروها عن طابل روند ويحطوا هذاك تيبان ان كاين مشاكل، كاين مشاكل باش ديو باش هذيك المدينه اللي كنظن بان هي شومه تبقى تتخبع في قسم وطني الثاني. عندها ملعب، عندها كل شيء فريق اتحاد طنجه، وما تيقدرش. بون اتحاد طنجه لازم مع الرشاد، هذا تو لو ميريت ديال الرشاد اللي قدرت تنتصر، يعني طنجه بلا مدرب قدرت تفوز ماتش قبل، كان فقط معاهم ضمن الريس حكيم، اسماعيل الريس وحكيم حكيم الداودي، حكيم الداودي كان ادجوان قبل ديال المدرب الزكري اللي ما بقاش
مع الفريق. شباب ماسي لكن هزم ميدانه أمام يوسفية برشيد 1-0. يوسفية برشيد بدون نظيف، ولكن حسب اللي سمعت أنه واش نظيف هو المدرب الرئيسي، هذا سؤال. اتحاد المحمدية كتعادل 0 ليميت لأن اتحاد بلدية إيت ملول، هذه مدة الاتحاد ما استطعش ينتصر ومع ذلك باقي في مقدمة الترتيب. رجاء بني ملال لي تي سحق سحق او تزيد في الازمه والمعاناه ديال ليزمو ب4-0. حنا غنتصلوا بالرئيس ديال الاتحاد الاسلامي اللي كتعرفوه مزيان، سمير بن القاسم، اللي خدمتي معاهم ذاك العام، اللي كانت البدايه ديالو مزيان ذاك العام، بعد تراجعوا شويه. شنو وقع سعيد لهذه الفرقه هذه اللي خلات انت في نظرك؟ كنظن الاتحاد الاسلامي وجدي السنه الفارطه راه باش يحتل في السبعه، صار استا بالماريس ريش باش تكون تحت منه فرق كبيره اللي عندها باع في البطوله الوطنيه منها بزاف ديال الفرق اللي عندها ذكرى اسمها ديالها. صمنا على موسم جيد، امكانيات كانت قليله، ولكن كنظن بان قاسم المير بوحدو ما يقدرش يقاوم، لقاش كتعرف الامكانيات ديال قسم الوطني بالمنح ديالها بالكراب بالبريم هذا، ولكن كالاصرار ديال اللاعبين ولا واللي كنت انا وعبد ربي هو الربان ديال هذيك السفينه، كنا دائما شاك سيونس دونترينمون عندنا رينيون ديال الاصرار ديال التحدي بان حنا نصوفيو. البروف لي زيكيب اللي جاو الوجده كلهم خسروا ابار سلا ومراكش اللي غفلونا في واحد الاصابه، ولكن الفرق الاخرى كلها اللي جات بدون استثناء كلها خسرت. ولكن كاين واش مشاو اللعابه اللي كانوا معك ذاك العام؟ مشاو لاعبين، مشاو لاعبين، هذا الذكرى الاسماء ديالهم، مشاو لاعبين، بقاو واحد لوساتيور بقات، ولكن كنظن كانت اون موفيز بريباراسيون. كتعرف بان في الشرق البريباراسيون ما كيلعبوش لي ماتشين بكو كافيين، يلا كيلعبوا مع الحسيمه اليوم غدا تيلعبوا مع الحسيمه، يلعبوا غدا مع وجده، غدا يلعبوا مع لمسيو، يلعبوا مع الناظور، يعني ماشي بحال هنا عندنا في الغرب الاستعدادات باش يجيو يديروا كونسنتراسيون في الدار البيضاء ولا في شي مدن اللي هذا مثلا في القراوين وشي حاجه ما يمكنش. كان الامكانيات نقول لك بان انسان واحد هو اللي كيصرف على ذاك الفريق هو قاسم، الشهاده ديالي والشهاده زعما كنتحمل مسؤوليتي فيها بانه خص العوين، خص العوين وخص العوين بزاف لهذاك السيد، باش لقاش لاعبين كيعيطوا لي باقي عندي صلات معاهم بانهم كيتشاكيو من 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 بزاف ديال المسائل الماديه، المشاكل الماديه، كاين الصالير اللي باقي ما تخلصوش، كاين هذا والاستقرار ثاني في الاداره التقنيه تيجيني كان دا واحد العمل جيد اللي كتشكر عليه. ومن بعد جا العسري، كنظن بان العسري مازال ما بداش، لا بدا بدا معهم ديك الاسبوع، وكنظن بان ما دخلش بونتو لقى مشاكل، لقاش فريق ما بريباراش، ما كانش اون بون بريباراسيون، يعني فاش كان عندنا واحد البريباراتور فيزيك في شخص حسن بريشي اللي دابا مع مدير وجديها، الطون اللي انا التعقت بالفريق كان ابين بقى 21 يوم، كان 21 يوم ديال الروتار ديال الشامبيونا، لقيت بريباراتور فيزيك اللي كومبيتون بصراحه، كنظن من بارمي لي ميور كاين في المغرب، وصمنا على موسم جيد، وكان كان الانفلات من القسم الوطني الثاني، وكانت هذه بمثابه في مفاجاه. نعم، ناخذ الفاصل ونرجعوا للمستمعين. رجعنا معكم مستمعينا الكرام في برنامج كبري خليل، كنرحبوا بالحاج محمد نجمي مدرب فريق الاتحاد المحمدي. الحاج اهلا بك. شكرا استضافة. واش القضيه فرقه ضربناها بالعين ولا ما عرفتش؟ هذه مده ما كانش انتصار ومع ذلك باقى في لاكورس الاتحاد. لا هي راني جي كنتصنت انا وكنعتذر على هذا. بالعكس انا اللي نشكروك انك بالنسبه راه جيت كنتصنت جاي في الطريق وكنتصنت، يعني كيف سمعت الاخوان بجوج بان الدوزيام ديفيزيون راه تقريبا نفس المستوى ديال جميع الفرق، وكاين بعض الاحيان كاين اللعاب الفريق اللي كتقول زعما كاين بعض المقابلات، وزرت هذه المقابلات الاخيره ديالنا بحال في تادلا صافي انتصرنا، يعني في الدقيقه لو طو اديسيونيل زاد 4 دقائق، الدقيقه الرابعه تسجلينا مع البرنوسي سي نجيب في الدقيقه الاخيره من لو طو اديسيونيل تسجل علينا. هذا مشكل التركيز. اي مشكل التركيز، لا مشكل ديال اللاعب المغربي ومشكل يمكن حتى ديال المدرب، يمكن انا ما عرفتش ندير شي تغييرات ولا شي حاجه، وانا غادي نقول لك على اللاعب المغربي عرفتي اش خاصو.
والله الا كنهضر معك سانسيرمون خاصنا نديرو هذوك لي كيت دابا بحال مثل كاع اللعابه نديرو لهم لي كيت وكل واحد تقول ليه بشويه لحقاش لقيتي كتغوت ما يسمعوكش كتبقى تغوت واحد تقول ليه انت عندك راه وراك عندك راه جاك ودير داك الكيت بحال كينقص البكالوريا عادي يمكن لا وانت تنقول البكالوريا خطيره كينقلوا غادي نقول من هنا غادي نقول ليه اش غدير واش غدير وراه هو هذا غادي نبقى نقول له كور دي ماتش اش غادي دير حيت شوف غنقول لك واحد القضيه راه احترام اللاعب المغربي اللاعب المغربي محتاج بزاف في الحوجات في سميتو علاش مسكين عدم التكوين عدم التكوين كيجي عندنا لاعب انا بحال مثلا عندي 6 ولا 7 لاعبين من الهوات الهوات ملي كتشوف كيفاش كيكونوا اللاعبين ما عندهمش اللي يكون ليهم ما عندهمش لي فورماتور ما عندهمش لي تيرا اللاعب كيجي عندك داك الشيء اللي عنده كيجي يحط لك ولكن باش تجيب اون بريمير سميتو يلعب مع اون ايكيب يلعب مع لي سينيور خاصك توري كيفاش يوقف كيفاش الا وريتي اللاعب كيفاش يوقف وكيفاش يمشي في مقابله راك كتعطل الوقت حنا دابا كنتعطلوا في الوقت مع اللاعب المغربي هذا راه ماشي الدم ديالو هو الدم ديال الناس اللي ما تكونش عندهم ولا ديال الوضعيه اللي هو عاش فيها واللي مر بها لحقاش ملي سمعت انا قبيله الاخوان كيتكلموا على الامكانيات وكيتكلموا راه غادي نبقاو نهضر معك بكل صدق غادي نبقاو نهضروا على الامكانيات واحد القرن اخر هنا في المغرب انا بالنسبه ليا اما غادي داروا حلول والحلول شكون اللي غادي يديرها يديروها مدربين ومسؤولين واعلاميين الا ما كانش كل برنامج يدار حل يدار حل ويجي مسؤول من الفوق باش يدار ما حل راه غادي نبقاو نضروا نفس المشاكل نفس المشكل ديال التسيير المشكل ديال اللعاب المشكل ديال الملاعب المشكل ديال البنيه التحتيه المشكل ديال هاد المشاكل غتبقى مطروحه في كل حلقه سواء عندكم سواء في التلفازه سواء في اذاعه اخرى نفس المشاكل غتبقى طرح وغتبقى طرح سنوات اخرى القضيه ديال التلفازه قلتي انا هي ديال الدوزيام ديفيزيون ففرنسا وفي الاسبان وفي الدول المتقدمه كرويا علاش تصلحوا بعض لي ديفو ديال اللعابه ديال الدوزيام ديفيزيون واللي عندهم مستوى عالي الا كيتنقلوا المباريات حتى في المانيا هنا في المغرب عندنا احساس ان الوقت اللي بداو كيتنقلوا المباريات كامل ديال بريمير ديفيزيون لعاب بريمير ديفيزيون بدا يشوف الاغلاط ديالو تيحاول يصلحها واش في الدوزيام ديفيزيون عندهم هذا المشكل ديال النقد التلفازي لان كنسمعوا المدربين تيهضروا على الحكام كيهضروا على المستوى اللعاب ما بغاش يطور مباريات شي كيطيح كنسمعنا بعض الماتشات اللعاب طاح شي 14 مره في ماتش كيطيح باش يضيع الوقت وما كاينش اللي غيديو معاه لان التلفازي ما لقوش المباراه واش هذا المشكل ديال النقد التلفازي داخل في المشاكل اللي عند الدوزيام ديفيزيون اكيد كنظن بان الى قارنا غير ما بين 10 سنين هذه اللور والان بالبريمير ديفيزيون حنا نهضروا غير على الدوزيام ديفيزيون الدوزيام ديفيزيون ملي كانت الاذاعه داك الدوزيام والرباط كنا على الاقل كنشوفوا اللقطات ديال جميع المباريات ديال القسم الوطني الثاني الان ملي ولات قناه متخصصه فوليناش كنشوفوا ماتش واحد وإلا كان لاعب يا إما في المحمدية وإما في الدار البيضاء بعض الأحيان كتكون إلا كانت التلفازة ديال العيون كنشوف بعض المرات اللقطات ديال العيون ولكن ما عمرنا شفنا في حلقة واحدة ثمانية الماتشات ديال اللقطات ما عمرنا شفناها في الرياضية فما يمكنش تزيد بها ما يمكنش تبقى تهضر دابا الآن الأندية اللي كتعيش المشاكل المادية الآن الأكثرية ديال الأندية ديال القسم الوطني الثاني كتعاني من هذا المشكل المادي فبمجرد دابا الان الروبيني ما تسد ديال الجامعه ما كانتش لا المنحه الاولى ولا المنحه الثانيه جميع الانديه الان كتعاني لان هذا الرؤساء كيقول لك انا كنعطي خصني باش نصرف غير في الشهر خصني 6 مليون في الشهر كنعطيها ما بين لي كونسونطراسيون وما بين بعض الحوايج اللي كندوز في ذاك سميتو اش غتسنى يعطيك فكتلقى بان الانديه كتعيش مشاكل دابا ديال الشهريات دابا الان انا كان الاكثريه ديال القسم الوطني الثاني كيعاني من هذه المشاكل الماديه مجرد دابا الجامعه ساده الروبيني ما كاينش فالانديه كتعيش هذا المشكل وكيفاش كيبدلوا المدربين هما تيعانوا مثلا كيفاش كتجيب مدرب وتعاود تسني ليه سي نجيب شي هادشي اللي كتقول كله معقول وكله على صواب راه ما غادي طاس بريزيدون في الفرع في الكره عندنا في المغرب لا في القسم الوطني الاول ولا في القسم الوطني الثاني غادي يعطي الفلوس من جيبه واكثريه الرؤساء في هذا نقول لك كاع تقريبا 90% ما عندهمش كاع ما عندهم في جيوبهم والو كيتسناو حتى هما ديك المنحه يشوفوا كيفاش يفرقوا على الدراري ديالهم راه الناس اللي ميسورين في, 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 في هنا في المغرب كيبعدوا من الرياضه ما يمكنش يجي الرياضه الا جا الرياضه غادي يحاسبوه على جيبه هو كيعطي
ويقولوا لي الشفار ويقولوا لي هذا ويقول ما غاديش يجي. بون شنو هو الحل؟ الحل هو خاص الحكومه تحل هذا المشكل ديال الرياضه. سمعت قلت على السي وزين قال لكم غادي نجي تن بعد كاس العالم. واش بيني وبينك شي مسؤول كبير في المغرب اللي جا واحد النهار دار اون طابلو روند جاب اما مدربين جاب شباب مشى للمدينه من المدن المغربيه جاب جمعيات وجلس معاهم وقال لي ما شنو هو اللي خاصكم وشنو هو اللي خصو يدار اللي ما خصوش يدار. لا هنا المسجد المدينه لا المسجد البلدي لا هذا فين عمرو جلس في شي حي وجاب الناس بحال مثلا هادو شباب هذا في مدرسه هذا في ثانويه هذا في معمل هذا في جامعه وجلس معاهم وتحاور معاهم وقال لي واش خاصكم. فين كاينه هذه؟ فين كاينه هذه العقليه هذه؟ بيني وبينك دابا وزير خصنا تسالي هذا راديو مارس لا لا بين لا انا اش كنقول؟ انا كنقول مسؤول كيف ما بغى يكون وزير الوزير الاول مجلس البلدي رئيس مجلس البلدي رئيس مجلس المدينه واش ماشي يجلسوا مع الشبان ويعرفوا واش خاص؟ واش ماشي يديروا واحد بحال انا دابا كنشوف واحد القنوات التلفزيونيه بان دارت خيمه في نيويورك ودرت خيمه شكون اللي كيجي لها الناس كدير اقتراحات ديالها ديال المدينه اقتراحات شبان عمال كلشي كيجي اطباء كيجي كيقول لك ها اللي خاصنا ولا خاصنا خيمه دارت في وسط نيويورك واش حنا ما ديرش انت جلسه مع الناس في الدرب ما لا تجي عندهم وتقول لهم واش خاص الا بقيتي بحال ما تقول هذا اش خاصك وهذا اش خاصك راه هنا غادي دير بحال كي غدير هذيك لا طابل روند اللي هضروا عليها هي هذه ملي غادي تشوف غادي تشوف اش خاص الشعب المغربي المواطن المغربي ملي كيتشكى انا داك غتعرف راسك فين غتمشي شنو الاتجاه اللي غادي تشدو الا ما عرفتيش هذا الاتجاه ما عرفتيش اش خاص الشعب المغربي ما تهبط عنده ما تتكلم معاه ما تحاورو ما تشوف هذاك الشيء اللي خاصو كيفاش بغيتي حنا بالنسبه لنا الكره راه الكره تقريبا هذه السنوات وكنهضروا في نفس المشاكل واش غنبقاو نهضروا في نفس المشاكل راه لا يعقل خاص الناس اللي مسؤوله بحال مثلا اللي بحال الدوله سي رئيس الوزراء سي وزراء سي الوزير ديال الشباب والرياضه يهبط عند الفرق اشنو هو اللي خاص وهما يصرفوا الا كان مشكل بحال مثلا ديال الصرف وما يصرفوا يرجعوا لباريناج يرجعوا وكاين لا سوفرونس في الكره كاين لا سوفرونس في الرياضه كلها واش غادي نبقاو كل ساعه ودقيقه نبقاو نجبدوا المشاكل لا خص حلول الحلول هما هادو خص الناس اللي عندهم اللي شادين لو بوفوار هي الحكومه خصهم ينزلوا عند الشعب ويتكلموا معاه ويعرفوا واش خاصو راه كاينه الصحه كاين الشغل هذا الشيء كنسمعوه كاين ولكن راه كاينه الرياضه راه قطاع مهم راه في تا هو الناس اللي خدامه فين راه واحد الشريحه كبيره ديال الناس خدامه في الرياضه. نعاقب على الكلام ديال الحاج النجمي هو الاقتراح الوحيد ولا يحل شيء هو الاحتضان اللي كان شحال الاحتضان بحال مثلا ناخذوا حنا لوديب على ليبوك اش كنا كنلعبوا حنا مراجع راه فكات مشاكل عده ستات في عهد السي رشيد عزمي باش نديوش لا مثلا على الشركات اللي مثلا اللي احتضنوا الفرق المغربيه اللي دازوا ولكن باش نرجع للتلفزيون ديال القسم الثاني راه حتى التلفزيون براسو راه خصو كنقولوا نسمعوا بان السبتي كيشتكي من النقل التلفزي الوداد كيشتكي من النقل التلفزي وانت زيد لهم هذه المشاكل في الدوزيام ديفيزيون حيت ما عندهمش حتى الحافلات باش يديروا ولكن عندهم تمام ديال الحافله فين هما الحافله واش حافله مثلا تجي من وجده الثانيه الهواره يمكنش خص المشكل خص المويه ديال غير الاحتضان الاحتضان معقول بحال مثلا في المغرب تصور الفوسفات كيعطي ثلاثه الفرق ولا اربعه الفرق هذا غير معقول غير معقول انا بالنسبه لي كون كان خص الفرق تدخل حكومي انا بالنسبه لي راه كاين فرق اللي عندها مكونات وعندها باش تطلع وباش تلعب الفوسفات ديال المغرب ولكن ما عندهمش الامكانيات الماديه ما عندهمش لا يقل تعطوا اربعه الفرق ولا خمسه والفرق ديال المغرب كلها محرومه حنا بالنسبه لنا الاسامير كاينه بحال مثلا في المحمديه الاشاره الحاج اشاره ما عندها لا كونكور لا والو كاينه بوحدها الاسامير ما عندها لا اشاره ما كاينش واحد في لا حنا ممنوع علينا نديروا اشاره راه كاينه محرومه دابا حنا ممنوع علينا نديروا اشاره فيك عرفتي تصور ما كتستافد من الرياضه كلها في المحمديه ما كيستافدوا من حتى يعني درهم
من 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 المؤسسه الا بغينا، لكن فرص غير متكافئه. علاش؟ راه ملي كنقول لكم فرص غير متكافئه، راه فيها المدرب، فيها المسير، فيها اللاعب، فيها المتتبع، وفيها الجمهور. ولا يعقل بان بحال مثلا المحمديه الجمهور ديالها محروم، محروم من فريق في القسم الوطني الاول. اي بار كونط كاينين مدن صغار منه في سميتو ديال السكان السكانيه، وصغر منه، وكاين العدد ديال السكان هو جا تقريبا الدار البيضاء، جا حدا لوطروت، عنده سميتو عنده واحد المجمع صناعي مهم، ولكن الجمهور ديالو محروم. علاش يتحرم هذاك الجمهور؟ بوركو يتحرم هذاك؟ حتى هو يبغي يشوف الوداد، يشوف الرجاء، يشوف الجيش. اسمع، بغيت ترشح الانتخابات في المحمديه ولا انا غادي نقول لكم على القضيه الانتخابات. شي انا بيني وبينك انا غنقاطع الانتخابات. اي مترشح جا وما شفش عنده برنامج في الرياضه ما غاديش نصوت عليه. اكزاكتومون. انا بيرسونيل مبادئ، هذا بيرسونيل اللي ما عندوش برنامج ديالو على الرياضه. حيت شوف، راه اللي خصو يحل مشكله الرياضه راه هما الناس اللي عندهم الفلوس وعندهم المشكله. السي محمد ماشي مشكل ديال البرنامج، السهر على تسبيق البرنامج. راه كنجيبوا بعض المرات البرنامج كنقولوا اش كاين اش كاين اش كاين، ولكن ملي كنجيو ارض الواقع ما كيدير حتى شي حاجه. كيجي المنتخبين راه كيجيو لهم البرنامج، ما كيجي لعندك ولا ماشي حاجه، ولكن راه غتحاسب الصوره كيجيو البرنامج وما كيتابعش. نجيب شي واحد الوقت ملي شبع، هو كيكون شبع ديك الساعه كيكون شبع. المهم غتحاسبوا غتقول لي انت وعدتيني واحد الوقت، جيتي وعدتيني ها اللي غدير ولا غدير ولا غدير وما درتيش. هنا راه كاين مشكل بالنسبه لي، هو غادي يطرح. انا بالنسبه لي اللي كيجي مترشح شكون، علاش كيبني البرنامج دونك اللي فهمت دابا من كلامكم هو ان فرقه في الدوزيام ديفيزور بغات تطلع، اذا ما كانش عندها رئيس عنده شويه الفلوس ويعاون هذه الفرقه هذه راه ما غاتطلعش. عنده فلوس شويه راه يتقاداو ليه. حنا ملي كنقولوا الفلوس راه خصك توفر الفلوس، لان اللي توفر الامكانيات. راه ما عندكش لعبه ما طلعش، وباش تجيب لعبه في المستوى وتكون الراحه البال مرتاح يمكن راه كلشي. ملي غادي يوليو كلشي عنده الفلوس راه كلشي البال مرتاح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سي امين، واش فريق في الدوزيام ديفيزيون اللي كيبريباري بزيرو درهم كتجيب لعابه بصفر درهم، اش بغيتي تسنى من هذا الفريق؟ تسنى من هذا الفريق بانه قصروا صافي. حنا هذا ما مقصرين، جات شي طلعه غادي تقول لي ما حنا طلعنا خذوها لوحوها شغل، ما جاتش راك انت كيقولوا هذاك النشط، حنا نبقاو ننشطوا. وبيني وبينك الى ما كانوش الامكانيات الماديه باش تجيب لاعبين، اللاعب راه خصك تجي ودير ليه وتحفزه، خصك تجيبه بالفلوس وتحفزه ودير ليه برنامج. وبرنامج ملي كنقول لك برنامج راه كيولي ان بروجي ديال كلوب، كيولي مشروع ديال الفريق. مشروع ديال الفريق هو ملي غادي يصعد غتجيب لاعبين، ملي غادي يصعد خصو يبقى في القسم الوطني الاول، وغادي دير بروجي ديال 4 ولا 5. ها لو بروجي هو هذا. وما باش ملي يولي عاد بحال مثلا كنسمع فريق غادي يطلع القسم الوطني الاول، كنسمع طنجه في بدايه السنه، سمع دابا كنسمع الخميسات، سمع. وملي كتجلس مع الناس كيقول لك راه عندنا مشكل مادي. وبيني وبينك فين هو هذا لو بروجي ديال الكلوب؟ فين هما دابا ولا كلشي غادي وازار غادي طلعتي باش يقول لك صفقوا لك، ما طلعتيش المهم راه ما عندكش الفلوس. لا بروف اسلام ديال الكلاسمون كما قال سي امي قبيله كيبريت ويكاند جورني 15 بوان، راه ضعيف هادشي. 15 بوان راه نورمالمون خصها تكون مينيموم، خصها تكون 22 ولا 23. لا ولكن حنا لي نورم، حنا غاديين في لي نورم، هذوك غاديين في لي نورم، لان حتى البريمير ديفيزيون دابا في الاولى 19 فرايدي. حنا المشكل هو المشكل ديال بان المستوى متقارب جدا. اكزاكتومون. لان قليل اللي كتلقى بانه كيوصل لا ديزيام جورني كتلقى عنده 24 ولا 25. لا واسمع، ما كنعرفش يكون مثلا كانوا الامكانيات. انا متيقن. اييه. انا متيقن بانهم غيكونوا رابحين وي ماتش. انا متيقن ماشي متيقن. لا تبتات تجربة حاجه اخرى في الدوزيام ديفيزيون، وهذا الفرق طلعت في هاد الخمس سنين الاخرى. شكون يبقى؟ بقات بركان والحسيمة. علاش؟ لان نطلعوا مع اشخاص قادرين يجيبوا الامكانيات. حنا عارفين حسيمة عارف شكون وراها، وبركان عارف شكون وراها، عارفين ان الاشخاص قادرين يوقفوا الفرقه ويجيبوا الامكانيات. أيوة الفرق الاخرى اللي طلعات فعلا كسبت التادله وبني ملان فينا ما شوف انا مكناس تكلمت ديبو خديجه قال لهم الحق راه ما عندكش الفلوس. امين تكلمت على الحسيمة. اللي يقدر يقول لك على الحسيمة هو انا عشت معاهم تقريبا واحد سنتين. عشتي في رجاء الحسيمة؟ نو، شباب ريف. شباب ريف. وانا هو اللي ساهمت معاهم في الطلوع، خليتهم بريميرين ومشيت. بون
الناس ديال الحسيمه في بدايه السنه، علاش كنقول لك بروجي دان كلوب، بدايه السنه جاوا الناس مسؤولين على الحسيمه ملي جلسوا قال لك هذه السنه خصنا الفريق خصو يصعد. جلس معهم السنه الاولى قال لك الفريق خصو يدير لومانتيا، دار لومانتيا. السنه الثانيه قال لك الفريق خصو يصعد، قلت لهم ولكن الا بغيتوا تصعدوا راه خصكم امكانيات ماديه، قال لك ماشي مشكل. قلت لهم وخصكم ملي طلعوا خصكم الامكانيات الماديه باش تبقاو، قال لك ماشي مشكل. هنا كتشوف بان مسيرين ولكن علاش؟ لا لا كنقول لك مسيرين بانهم كيعرف اش كيدير. ولكن علاش؟ السنه الاولى طلب منك باش لو ماجي. ولكن علاش؟ معاهم ناس اشخاص اقوياء قادرين يجيبوا الامكانيات. شتي هذوك اللي معاهم انا جلست معاهم. لا كنقول لك العقليه ملي هو باغي يطلع الفرقه قاد يطلع الفرقه وقاد يحافظ عليها بريمير ديفيزيون. يا حب البلاد هذيك الساعه. ولكن راه كاين مشكل هو بانه كاين اللي كيبغي يطلع الفرقه. ولكن ما قالش باش يحافظ. انا نعطيك مثال ديال المكناس تعرفوا مزيان سعيد الصديقي، تعرفوا القرابه العائليه كانت عندك مع مجيد ابو خديجه، جا طلع الفرقه وعطى الفلوس ماشي ما عطاش، ما نقولوش عطاه هبه ولكن عطى. وي العام الثاني خلى الفرقه في بريمير ديفيزيون ولعبات كاس كاف، يعني كانت فيناليست ودات ان باركور اونورابل بالنسبه للفرقه يلا طالعه. وكانوا عنده اللعابه وباش جاب مجدين ولكن ما قدرش من بعد ما تبعوش، وجا المكتب المديري من موراه ما تبعوش معاه ودخلوا معاه في الصراعات ومشاو للمحكمه وراه عطات الفرقه ما قدرش بوحدو. راه ما يمكنش انسان يكمل. لا ما عرفتش انك تغلط. لا لا ما يكملش. هو الامكانيات الماديه، احنا دائما كنشوفوا بان الفرق اللي كتكون عندها وراء اشخاص كتكون نافذه كتقدر تجيب فلوس، بمجرد ما كتحيد هذيك الاشخاص النافذه هذا هو الخوف. هذا هو المشكل. راه وقعت مع بزاف ديال الانديه اللي عندها تاريخ، اللي عندها تاريخ، اللي اون فوا كيحيد ذاك الشخص النافذ كتولي الفرقه مهدده. احنا اللي بغينا يكون سيستم يكون كيحاول يقاد الفراقي، يقادهم على الاقل تكون واحد الحد الادنى، الحد الادنى ديال 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 الامكانيات الماديه، والانسان عاد كيجتهد باش يجيب شي حاجه. اما ملي كنجيو كنلقاو بان الحد الادنى هي الامكانيات الشخصيه ديال رئيس او ديال المكتب المسير، فكنلقاو بانه كيعجزوا. علاش؟ لان هاد المستثمرين في الرياضه ما كاينش مستثمرين في الرياضه، ما كاينش دابا كيتعامل معك كمشروع كنادي، كيتعامل معك كشخص. الا كان عندك صاحبك في شي مؤسسه كبيره، صاحبك انت كيتعامل معك انت كشخص ماشي مع الرياضه، كيتعامل يعاونك انت لان كيعرفك باغي يعاونك. اما مشروع رياضي فكنظن هذه قليل قليل جدا باش يجي شي واحد ويساهم بامكانياته الماديه ويقول لك ليماج ديالي انايا غادي نديرها مع الفرقه ديالك وانت فرقيه مع فرقه محدوده. قليل اللي كتقول هذه الحاجه قليل ما كايناش. الواحد ما غاديش يجي يبدا يعطي الفلوس من عنده، ما كايناش. انا نكون بريزيدون ونكون عندي يكون عندي امكانيات ماديه ديالي انا ونكون نقدر يكون نقدر باش نساهم ونقدر باش ولكن ملي غادي نشوف بحال نعطيو وناخذ منين يدخلوا. لا ملي غادي نشوف بحال مثلا نشوف جديده، نشوف اسفي، نشوف خريبكه، نشوف بانهم كيستافدوا من واحد الاورغانيزم ديال الدوله. انا في دماغي غريب، انا في دماغي كنقول هذه لا يعقل لا يعقل. انا هذا اورغانيزم ديال الدوله كتستافدوا منه بعض الفرق، وانا كفريق في الفرقه ديال المغرب انا اللي خصني انا نستافد منه ما كنستافدش منه. واخا يكون عندي ذاك الطموح باش نعطي من جيبي واحد الوقت نقول علاش نعطي من جيبي انا. علاش قلت لكم في الاول راه الناس اللي ميسورين كيبعدوا من الرياضه، اللي باغي يسير الرياضه، اللي باغي يسير دابا في المغرب ما بقاش. احنا دابا ملي كنشوفوا الدول الاوروبيه والفرق الاوروبيه بانها كتسير من الناس اللي عندهم موارد ماليه كبيره والدوله ومساعدهم كل شيء، ولكن ملي كتجي هنا بمقارنه مع المغرب راه ما كاين والو، ليا غيان، ما كاين حتى شي واحد اللي كيشوفك. بحال مثلا نقولوا الفتح، الفتح عندها مع السيكاك هي ملي طلعت لان معاهم شخص قوي كرئيس وعنده علاقات كبيره بقات. هادشي اللي كاين. بقات السي امين بقات بريمير ديفيزيون. علاش بقات؟ لان عندهم شخص رئيس اللي سميتو عليه. هو كان جاب لهم بزاف الشركات الكبار ديال الدوله. ولكن علاش كنقول لك تكافؤ الفرص؟ ملي كنقولوا بان كتجي شركه كتجي على اساس بان كتشوف واحد النسبه ديال المشاهده اللي غيكونوا ديال لي بانو بيبيسيتير ديالها والمسائل اللي غيكونوا. فملي كتقارن بان كاينه 500 ولا 600 ديال الناس كتفرج وكتلقى بان في بعض الانديه في القسم الوطني الثاني، كتلقى بان على الاقل كتكون في بعض المدن اللي كتكون فيها 2000 ديال الناس ولكن كتلقى ما عندهم حتى حاجه.
ما عندهم حتى شي حاجه. دابا حنا دابا مع كامل الاسف حنا دابا بعض المرات كنرجعوا كنقولوا بان الامكانيات الماديه. دابا كما قال سي نجمي حتى واحد ما كيجي لان رئيس دابا ديال القسم الوطني الثاني فريق ديال القسم الوطني ما يخلصش كاع لي صالير نديروا ما كيخلصش لي صالير ما يخلص خصو باش يعيش فرقه شهر خصو على الاقل 6 مليون في الشهر باش يعيش شهر ما بين لي كونسونطراسيون ديالها ديما كيعطي والو ما غيخلصها واحد لا مدرب لا لعابه خصو 6 مليون في الشهر يعطيها ما بين الكونسونطراسيون ولي فري دورغانيزاسيون ديال الماتش خصو 6 مليون كيجي كيقول لك الا قدرت انا نعطي غير 6 مليون في الشهر بين ما دخلت لي الفلوس راني درت خدمه كبيره ها المشكل فين كيتطرح لان الحاج ملي كيتلحق الشامبيون الثاني وكيشوف راسو يطيح تيرول يجبد فلوس يبدا يشري الماتشات باش ما يطيحش تولي تشري الفرق فرق العام اللي فات داز راك عارف الفرق اللي خسروا 200 مليون 200 مليون في 5 جورني الاخرى خسرت 200 مليون راك عارفهم هذا هو المشكل الكبير الا كان البريزون كيفكر فاك ابار الا ما كانش كيبغي الفرقه الا كان باغي يطيح يبقى يعطي ديك 6 مليون يقدر ينقصها يقدر يحيد انا ما فهمتينيش كنقول لك دابا هذا حد ادنى اللي يقدر يعطيك من جيبه ولا ما عندوش مدخول ما عندوش مدخول سي ديفيسيل سلحاش ويبقى لك العاب يلعب بلا بريم بلا موتيفاسيون بلا ما دخلتش شوف يا راه عاود نزيد الا ما دخلتش الدوله حلت مشكل ديال الفرق راه غادي نبقاو بنفس المشاكل مطروحه راه شخص ما عندوش الامكانيات باش يسير فريق صعيب صعيب باش يسير فريق حتى واحد في المغرب ما غادي يعطي الفلوس من جيبه انا بالنسبه لي كيف قال سعيد الباريناج ولا شي طريقه كيف ما بغات تكون والفرق كلها تكون عندها فرص متكافئة فرص وقول لي سيدي ولكن ما تعطيش جيب انت واحد اللي غادي هذاك الشيء ديال الفلوس ويسيروا وتكون لا ترونسبارونس يكون المعقول يكون هذا وخلي سيدي كيف قلتي هذيك الساعه نشوفوا في التيرا ونشوفوا شكون اللي غادي يعطيه ونشوفوا شكون المدرب مزيان ونشوف كل الفرقه المزيانه ونشوفوا شكون اللي خصو يطلع وشكون اللي ما خصوش يطلع وملي كتجي عند فريق اللي كيشوف راسو عباش واش غادي ديبلاصا ولا ما ديبلاصاش وكور دلا سيمين واش ما عندوش باش ديبلاصا وما عندوش الكرات باش يلعب لي جون ديالو باش بغيتي هاد الفريق هادي يزيد وباش بغيتي هاد الفريق يكون عنده طموح وباش بغيتي قلنا له بروجي ديال كلوب وباش بغيتي راه الا ما كانش الدوله تدخل انا كنعاودها راه قلتها مرارا وتكرارا راه الناس خصهم يجلسوا مع الناس حيت ملي كنسمعوا الدوله ملي كنسمعنا ليكيب ناسيونال وخسرات واحد القدر مهم ديال المال هذيك الربع سنين اللي دازوا ودابا ملي كنشوف ملي مشاو الناس كنسمع بان في هذاك التقرير المالي خسرت مع 123 مليار ولا مع 124 مليار ولا مع 140 مليار وما طلعناش حتى درجه في الكلاس وكنسمع ثاني كاين داك المدخول ديال لا فيدراسيون غادي تكون 160 مليار وراه هادشي متناقض مع الواقع اللي كاين في البلاد واش فريق كيتسير ب 200 مليون 300 مليون في القسم الوطني الثاني والفريق الوطني والفرق الوطنيه كتمشي 160 مليار وحتى المنح المنح اللي كتعطي كاع لي زيكيب ديال اللي كتعطى لي زيكيب راه هادشي متناقض راه لا يعقل بان فريق في القسم الوطني الثاني ولا في القسم الوطني الاول كيمشي بهذاك القدر ديال الفلوس وكتسمى مخسور ديال في الجامعه ديال 160 مليار ولا 140 مليار هذا تناقض انا بالنسبه ليا خاص الفرق يعرفوا بان راه الا كان دعم مادي ولكن دعم مادي ماشي باش يديه الناس دعم مادي ولكن يكون فيه متابعه والناس تمشي تصرف وتعرف هذيك الساعه غادي نقولوا فين هي البنيه التحتيه خاصهم في المحمديه نعطيكم اكزومبل في المحمديه عندنا واحد لانكس صافي دابا طرواز ولا كاترون كنقولوا خصو يتصوب كيقول لك ما عندناش باش نصوبوا فعين الشوق تصور فعين الشوق فعين الشوق جماعه كتقول ما عندنا باش نصوبوا لا دابا انا كنهضر مع السيد المسؤول المسؤول وتيرا العاليه عرفتي تيرا العاليه الا مشيتي ليه تخلع ما لا دخلتي ليه مشكل باركينغ في الدو باركينغ احسن حرام باركينغ كيستافدوا انا اش كنقول لك هذا انا نموذج نمشي بحال مثلا عين الشوق عين الشوق راه منطقه كبيره ما فيهاش تيران واحد اسول تيران ما كاينش كان واحد الوقت ملي كدوي مع شي واحد مسؤول في المجلس البلدي كيقول لك راه هي الغنيه في الملعب كتقول لي كيفاش كيقول لك راه حين تابع عليها تيران الراجا وتيران الوداد وتيران الاطوال وتيران كانت عين السوق الحسن كتقول لي اسي هذوك راه تيرانات ديال الناس الخواص ديال الناس ديال المواليد ولكن لي جون وداك الشيء فين غادي يلعبوا تصور دابا عين السوق دابا ولات بوحدها ما كاينش ان تيران
توا هذا 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 راه منكر هذا. غادي نرجعوا من بعد الفاصل الموجز الاخباري الثالثة باللغه العربيه مع زين محمد نكملوا النقاش ديالنا الخاص بالقسم الوطني الثاني. الرئيس فريق تحت الزمون الخمسة حاليا هو رجل سياسة وعنده لو بوفوار وعنده الاحترام ديال المكونات ديال المنطقة، يقدروا يعاونوه ويقدروا يدعموا معاه ويكونوا معاه ويساعدوه في المشوار ديالو. غنشوفوا واش هادشي ولا غيكون صحيح، ولكن كنعاود نقولوا ان تبتات تجربه انه الناس اللي ما عندهمش اشخاص اقوياء وقادرين يخليو الفرقه مع تسير بيان سور الفرق كتهبط اوتوماتيكمون في العام الموالي، وشفنا بزاف النماذج ويمكن نقدروا نعاودوا نشوفوها كل مره. معنا الان السي نمير بن القاسم رئيس فريق الاتحاد الاسلامي الوجدي اللي تبدا بدايه متعثره العكس العام اللي فات اللي كانت اول سنه ليه بالصعود من الهوات بعد مواسم كثيره وسنوات من بقائه في الهوات هو لفريق مرجعي في تاريخ كره القدم المغربيه. السي نمير اهلا بك. اهلا بك سي محمد امين، تحيه لك وتحيه للمستمع الكريم. معنا السي سعيد الصديقي والحاج نجيب حنوني وكذلك الحاج محمد النجمي. كنحيي السي سعيد الصديقي والطاقم كاع شي الناس اللي معاك و تحيه خاصه السي قاسم. تحيه خاصه السي امير بالقاسم. شنو وقع ليزمو بداو متعطرين امكانيات ماديه ما كايناش، مشى تيجيني جا العسري اللي واش دخل غيدخل بونتوش اولا؟ انا سمعنا تيجيني باقي كيتسال الفلوس وبالتالي ما يقدرش يدخل بونتوش. توش تقدر توضح لنا الامور؟ تفضل. ذكر سي 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 محمد امين، اولا الاتحاد الاسلامي الوجدي فاش بدينا في بدايه الموسم كان انني غادي نستقل لظروف صحيه. فإذا به درنا واحد الجمع عام استثنائي وشرحت فيه كل شيء، يعني الوضع اللي راني كان موجود فيه، ومن بعد بان ليا ما لقيتش حتى لجنه مؤقته اللي تسيا هذا الفارق. واتصل بيا السيد الوالي، وسيد الوالي واش غادي كنحييه بعدا من هذا المنبر، وحشمت منه ورجعت علم. ولكن سيمير حشمتي منه عطاك شي ضمانات؟ انا حشمت عطاك شي ضمانات. ضمانات السيد الوالي، ضمانات موجوده من السيد الوالي صراحه، ما نكذبوش على الله، والانتفاته ديالو للرياضه بصفه عامه كره القدم في وجده، لا من جانب الانديه ولا الاتحاد الاسلامي الوجدي ولا النجم، وفعلا كندافعوا عليها ومن طبع كندافع عليهم الساكه. انما سي امين، مشكل كره القدم في وجده راه غير للقراءه، ماشي ندافع غير على فرق الاتحاد الاسلامي الوجدي، انا حتى المولوديه الوجديه راه في المنطقه، والمولوديه الوجديه اللي هي زعما هي الاساس ومن موراها الاتحاد الاسلامي الوجدي، وكنشوفوا شي واش غادي نقول لك سي امين خويا، خص الاعانات وخص المعاونه وخص سي امير. واش المشكل ديال الاتحاد الاسلامي الوجدي هو مادي محض؟ ما كاين حتى انا سمعت ان تعطات، صح لي هذه النقطه هذه الله يخليك، سمعت انا تعطات واحد المنحه، تعطات واحد المنحه للمولوديه واللي ما تعطاتش ليزمو، هذا هو اللي خلف السياء ديالكم، حتى انك كنتي كتقول لهم اودي راه ما نكملش هذه الايام، واش هادشي بصح؟ هادشي بالنسبه للمكتب كان كاين بصح، الله يا ودي كانت كارثه من طرف المكتب ديالي، وهما اللي كانوا استخبروا ان ودي راه المولوديه سيرت العام اللي داز بواحد العادات والاتحاد الاسلامي بواحد العادات، وكيقول لك ودي هادشي ماشي معقول. لكن السيد الوالي زعما عنده واحد الالتفاته لا من الاتحاد الاسلامي الوجدي ولا من المولوديه، وهذا العام هذه السيمانه هذه راه وعدني وفعلا دعم الاتحاد الاسلامي الوجدي، ونتمنى ان شاء الله يكون ذاك المبادرة ديالو في الطريق الصحيح. وحنا كما كتشوف السي امين راه السي تيجيني توقف ودان المنح ديالو خلص على الفرنك التالي، ربما رئيس العفيفه راه خدا الشاك من عندي من الاداره، والشاك ديالي خداه بيرسونيل خلصتو. دونك العسري غادي يبدا المهام ديالو هذا الاسبوع. نعم العسري هو اللي غيبدا المهام ديالو هذا الاسبوع. نعم السي العسري هو اللي قبض المهام ديالو هذا الاسبوع، هو اللي مشى مع الفريق، سافر مع الفريق للرجاء
نعم. واش خديتو شي دعم مادي، خديتو شي حاجه مع الوالي من جهه؟ لحت الساعه مازال، ولكن انا شفتي الوالي البارح، يمكن تكون شي حاجه ان شاء الله، يمكن تكون شي حاجه. والا ما تعطاش سي ميري، الا ما تعطاش، الا ما تمش تقديم الدعم المادي، ونتمنى واش غادي نقول لك، نتمنى من الاصدقاء ونتمنى من موحد الاتحاد الاسلامي الوجدي واللي واللي غايوري من هذا على هذا الفريق وعلى الرياضه بصفه عامه، الرياضه في كره القدم، انهم خصنا نديروا اليد في اليد، نديروا اليد في اليد في الحقيقه، ونعتقوا هذا، نعتقوا هذا كره القدم في المنطقه هذه. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. شكرا سي المير بن القاسم رئيس ليزمون، اللي تاكد لنا الالتحاق العسري وان تيجيني تخلص في الفلوس ديالو، حيت نعرفوا انا المير بن القاسم كاين بوحدو في ليزمون، ما يلاه رجع معاه بالحيوان اللي كان مشى من الفريق، ويلاه رجع يمكن هذا الاسبوع، كاين بالحيوان يمكن الدعم ديالو هو تقني اكثر منه مادي، وان ليزمون يمكن منسيه من الناحيه الماديه بارابور وجدها. غنسولك شنو وقع هذا الشيء، كاين لان سمعنا وقع ذاك المولوديه كانت خدات ذاك العام بين حق اكثر من ليزمون، هذا خلف حتى ديرونجمون انه هو قدم استقالته في الاول ومن بعد رجع، لان ما بقى حتى واحد اللي قادر يترأس فريق الاتحاد الاسلامي الوجدي. شفنا البدايه الكارثيه ديالو هذا الموسم. فاصل ونواصل. وصلنا معكم مستمعينا برنامجكم المريخ الرياضي، سمعنا السي المير بن القاسم. السي المير في التعليق ديالو تيقول الفرقه، انا كنسول جميع المسيرين اللي تيقولوا هذه المساله ديال راني بوحدي، يا ودي سير لك تيرك بوحدك، ما بقاش سير، علاش غتبقى انا؟ لان سؤال جميع المسيرين، علاش غنبقاو نديروا دوك الميساجات ديال النضاليه وهذه؟ لا سيدي ما بقاش نمشي، ما معوني حتى واحد نمشي، علاش غنبقى وغنحشم من هذا ونحشم من هذا؟ حيت انا سمعت التعليق ديال السي مير بن القاسم، انا حشمت من الوالي، انا حشمت من الوالي، هو الوالي الا ما عطاناش الدعم، يا الفرقه ما خدات التاريخ، شكون يحشم مني انا؟ شكون غادي؟ لا ولكن واش الدعم غادي يكون مستمر؟ دابا بحال مثلا هاد السنه هادي تحل المشكل، تحل المشكل، كان واحد الدعم اللي نفرض بانه الفرقه ما طاحش الهوات ماذا، سوف الفرقه واش غادي نفس المشكله غادي تطرح لي السنه المقبل؟ الا بقاو بحال هكا كل سنه غادي يبقاو غاديين بهاد المشاكل هادو نحلوا، خاصني نتسناو، نتسنى الدعم ديال السيد الوالي ونتسنى الدعم ديال هذا، راه الا ما كانش واحد الدعم يعني قهر شخصي بعدا وكان دعم قهر، وكان كيف قلنا واحد الوقت قلنا كاين حتى العلاقات اللي ما بين اشخاص واللي كيكون لو بوفوار وهذا اللي يقدر يجيب لك بحال مال واحد تروا سبونسور ولا هذا، هذا هو اللي يمكن يبقى مسير الفريق، ويمكن الفريق بقى محافظ على المكانه ديالو. دابا السيد بحال مثلا السيد الرئيس دابا كيقول لك انا راه شي اخوان هما اللي طلبوني ورجعت، ايوا هذا راه سي لو بروفيزوار دابا كيدير غادي يزيد شويه، ولكن الجور لوطر غادي يريب كل شيء، راه الا ما كان شي حاجه واقفه على الصحراء ما غاش تزيد، هذا هو الواقع. هو اسمع عبد انا كنعرف تحدث الاتحاد الاسلامي الوجدي، انت راه كتعرف نحسن منه. شوف الا بقاو هكا دو ديفيت قاسم يمشي، سي نورمال، سي نورمال، اللعابه يدمروا وهذاك الفريق. انا راه شوف راه ماشي عيب السي سعيد، شوف ماشي عيب بان الفريق، شوف الفريق اللي ما عندوش اول فريق، يعني مشاو ليه لاعبين، انا سمعت ان ليزمو مشاو ليه لاعبين كثار هذه السنه، وبالتالي تا المشكل ديال التسيير، الا كان بحال مثلا عندهم ناقص الماده وهذا، وكان عندهم مشاكل تسير، واللعابه وما كانش عندهم، كانوا محظوظين في مقابلات، يعني حصلوا على نتائج سيئه داخل الملعب، هذا الا كان بحال كو، وكان الفريق عزيز على الناس كيف قال السيد الرئيس واحد الوقت غادي يصوفر وخا يطيح الهوات، ولكن الا تبنى الراي، الا تبنى الفريق على شي اسس متينه، راه يرجع القسم الوطني الثاني ويرجع القسم الوطني الاول. الا بحال مثلا بقينا كنرقعوا واخا يبقى في القسم الوطني الثاني، راه السنه المقبله غادي يطيح القسم الوطني ديال الاول، هذا هو المشكل، راه خص حلول تكون ارضيه، ويكون حلول اللي تكون فيها الاستمراريه، ماشي بحال مثلا هذاك لو برو نديروا شي حل دابا نرقعوا به ومن بعد نقولوا نشوفوا واش غادي يوقع، نو واحد المشكل ديما مطروح. راه البروبليم دابا ليزمو الا بقاو يربحوا مشكل،
ولا بقوا ولا خسروا مشكل الا ربحوا كل المنح كتخلص ضعف خصك تخلص خصك تبقى واش هادشي بصح واش كاين شي مسؤول كيجي عندكم بعض المرات كيقول ربحوا تيقول ودي حبس لي انا كنت واحد المره سمعتها في التلفازه ديريكت قال لك جي عنده مسؤول وقال لي ودي وحبس انا بقى عندي باش نخلص دراري ما عمرني كتربح انا كنضم شي مسؤول يوصل معك على هذا ما يقدر يقدر شوف راه مسؤول ما عندوش ولكن امين يقدر مسؤولي بها لك جوج ماتشات ولا ثلاثه ديال الكاوش يدير لك شي مسؤول داز رئيس داز رئيس في 84 جا خدا البوفوار ديال الرئاسه راه كعرفوا السي حاج نجمي صبر الله يرحمه ودخل اول كلمه قال قلنا دوبل بريم ندمناه كنا كلاسين 12 كلاسينا دوزيامين هذا ندمناه مكتوب ما كان فيكم ديفو ديك لا 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 هذا بيشجع لكن ولكن كان في المستوى كان في المستوى دخلنا له في الوعد لا لا شوف ساي شوف نترحموني الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه كان في المستوى كان في المستوى شوف دازوا رؤساء في المستوى قلنا الله يرحمه السي محمد لا قلت لك الله يرحمه تنسقش لي الله يرحمه واش دار واش دار واحد الوقت والله العظيم واحد الوقت عنده هو واحد ريستورون انا في الدار البيضاء والله العظيم واحد الوقت الفريق كله كيمشي يتغدى انا وياك اسمعك لا 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 انا وياك انا وياك انا وياك وعلي ستي سعود خري لا شوف انا وياك راه كنا نمشيو وقت الغدا هما الاخرين راه كيمشيو شوف لا باش كتعرف شوف انا شوف كان الناس كيسيروا بارامور كان الناس كانوا يسيروا بحب الفرقه باش يقول وما عندوش الحاج يقول لك وما عندوش دوبل بريم احنا مكلاسين دوزيامين وجا دوبل بريم وطاح فطاح في ما عرفت واش حنا كنا ديك الساعه دي ديابل ما عرفتش وفي ساعه ماتش ماتش سالا دوزيام ولا صافي نجح هو كبريزيدون الله يرحمه نجح نجح بعد ما كان بعد كان في الكوميتي كان مع علي المكتب ولكن لا باش نقول لك كانوا الناس افون كانوا الناس الشيء اللي كيعطي شي حاجه من جيبو كيعطي هو باغي يعطيها وكيبغي الفرقه وكان حتى هذاك ولكن ما كانوش كيتسبوا ما كانش رئيس كيطلع بحال مثلا يتفرج فرقه كيجي عنده واحد كيسبوا كيقول له شفار كيقول هذا كيسب فينو كانوا كيحترموا حتى الرؤساء الجمهور ملي كان كيجي كان الهم ديالو الواحد هو يشوف فرقته لعبه هنا عندنا مشكل دابا تطرح هو الرئيس عنده مشكل مع الجمهور الرئيس عنده مشكل مع اللعابه اللعابه عندهم مشكل مع الجمهور اللعابه عندهم مشكل مع البريزيدون يعني كاين السياسه ديال الشك الشك المدربين ولكن اللي كيكون رئيس عنده برنامج كيما قال سي نجمي نقول ناخذ ليكزامبل سي عبد الله غالام الله يدخلو بخير ما هذا سوق واخا لاعب ملي قال الافشايه تلعب دري صغار لعب دري صغار لعب دري صغار كلاس تروزيام ومع هذا عنده اللي بغى يلعب مثلا ان بلافون ديال 8000 درهم ولا 7000 درهم يلعب اللي ما بغاش يلعب يمشي ياخذ ورقه عادي هذاك راه هذا نموذج انا شوف كان واحد كان واحد الوقت في سياسه طرف سي عبد الله غلام شوف واحد الوقت في 94 علاش كنقول لك كاين لو بريزيدون اللي كيكون الجراه وكيكون هذا وكيكون عنده ملي كيكون واقف على الصح ما يخافش اشنا واقف على الصح هو عنده ملعب عنده بنيه تحتيه وعنده لاعبين وعنده اداره تقنيه عنده اداره تقنيه مزيانه وعنده تالي جون كيشوف لي جون وكيحضر لي جون وكيعرف اش واقع في الكلوب كله كتشوف كل دابا بحال مثلا جبتي لي عبد الله غلام السي سعد صديقي عبد الله غلام لا 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 دازو كاع البريزيدون مزيان طونسو عمور داز مزيان السي حميد صوير كلهم دازو الثناني كلهم الحاجه اللي كاينه هي كانت كتفرض على البريزيدون كتفرض عليه ديك الحاله اللي فيها الفريق ملي كتشوف فريق عنده دي جون عنده هذا عنده مؤطرين عنده هذا عنده ملعب بالزمن البريزيدون كيدخل فيه ها هو كي اللي بريزيدون اللي كتكون عنده الجرأه ملي جبد لي عبد الله غلام واحد الوقت راه في 94 ولا في 93 راه حيدنا تقريبا واحد 7 ولا 8 لاعبين في المستوى الكبير وقلنا غادي نكتنوا ايغيل وجبنا لاعبين هذا الشيء ملي كيكون عندك اللاعبين كاينين في الفريق ملي كيكون عندك التكوين دابا حاليا في الفروق هذا مع الاسف ما كاين لاعبين ولاو قلال حتى داك البريزيدون اللي غادي يجي باش ياخذ حيت سمعت واحد الوقت السبتي وقع لي مشكل ديال وداد فاس ديال اللاعبين داروا شي اضراب راه مشى بغى يوقف شي لاعبين ولكن انا مع راسي قلت الا وقف واحد خمسه اللاعبين ولا اربعه راه غادي يقوي هبط القسم الوطني الثاني سير ما عندوش البديل ولا جا بغى يجي حتى الميركاتو مين غادي يجيب لاعبين راه هذا هو الاشكال اللي مطروح دابا حاليا علاش قلت لك راه دابا كلشي ولا فيه شك لا مدرب
لا لاعبين لا مسيرين. وحنا كنحمد الله ونشكروا بهذاك الجمهور, داك الجمهور اللي دابا كيحضر داك داك لو ديربي, ديربي هو اللي خلى الطبقة عطي ديك القيمة الكروية للمغرب. ملي كنشوفوا بحال مثلا في الجزيرة ولا في ديشان, ديشان كنشوفوا بأنك الجمهور ودايرينهم محتلين وما بين هذوك لي ديربي اللي كلاسي بحال مثلا كلاسي بارمي لي برومي, هذا راه كنقولوا الحمد لله ونشكروا بالجمهور. وزيادة هذا باش ما نعطيكم نعطيكم نتوما حقكم حتى الاعلام, الاعلام ولا واحد واحد يعني الاعلام ما بقاش كيف كان قبل, الاعلام كثر دابا ولا عاون الرياضه. حاجه اللي باقي ما عاونتوناش فيها السي امير الله يجازيك بخير هو شوفوا لنا حلول, شوفوا لنا حلول دابا. انت هنا انا جيت اليوم ماشي باش نعمر ساعتين, انا جيت اليوم السيبلي تنهضر على الدوزيام ديفيزيون فقط, لان كنشوف ان بريمير ديفيزيون عندها حقها وعندها اللي يهضر عليها والراجا والواك ولي فار تبارك الله تهضر عليهم اسبوع كامل. ودوزيام ديفيزيون بالنسبه لي ان الهوات خداو مع البرنامج اللي كيدير في الرياضه كيديروا صديقنا طارق الساقي, وكذلك هذاك الشيء اللي تيدار في مجموعات الاذاعات والجرائد, كتشوف الدوزيام ديفيزيون نوعا ما بدا كيتنسى وقيلاش عارفين حتى فين نحطوه, لان حتى في التصنيف الدوزيام ديفيزيون الوقت اللي ما قدروش يدخلوا احتراف لان ما قدروش يستجبوا لدفتر التحملات ما بقوش عارف راسهم واش هما هوات ولا واش هما محترفين ولا واحد البارازيت كبير في دوزيام ديفيزيون والبريمير ديفيزيون الفرقه ذاك العام. لا على الاقل عندهم من الناحيه القانونيه يعتبرون محترفين من ناحيه الدوزيام ديفيزيون راه كيمشي عليه قانون الاحتراف كيما قانون الاحتراف, ولكن الواقع اللي الواقع ما كاين والو, حتى الواقع اللي كيعيشوا الفرق ديال البريمير ديفيزيون ماشي محترف, فباستثناء كاين استثناءات في القسم الوطني الاول ما كاينش كلهم عندهم ذاك النظام الاحترافي بمعنى الكلمه, كاين سويق ديال الصوره, سويق فوالا سويق ديال الصوره, ولكن العمق ولكن هذا دوزيام ديفيزيون مظلوم منسي راه منسي بزاف, راه ما كاين لا متابعه لا والو في دوزيام ديفيزيون, راه كاين اللي ما عارفش لا الفرقه لعبات لا كيما قال الكلام زيد. شوف هو سي نجمي قبل الذكر على بعض الرؤساء اللي كتكون عندهم جرأه واللي كيكون عارف اش كيضروا في الفرقه ديالو, حيت الاكثريه ديال الرؤساء كيكون بعض المرات في الفرقه ولكن هو كيجي يحضر غير نهار الحد, ربما الاسماء ديال اللاعبين كتغيب عليه, وكاين رؤساء اللي كتلقاه بالفعل الصغيره والكبيره عنده كيعرفها وكيسيرها, هو اللي كتلقاه بعض المرات غادي يمشي بالامور بالرغم من ضعف ديال الامكانيات, ومن داك كتلقى كما قال كاين حنا كناخذوا غير لوكا ديال رشاد البرنوصي سي العموري يعني الشده والفاده عارفها في رشاد البرنوصي, وكيكون عندك محاور واحد اللي هو هو العموري ما كاينش قوه لي زانترفونون, كاين الخصائص المادي ولكن كاين واحد لو كليما اللي هو ان بو سان بارابور بارابور بعض الفرق اللي كيكون عندهم بوكو دانترفونون. حنا كتلقى بان عندك رئيس مع من كتحاور كاين الاشكال المادي اللي هو مطروح واللي هو كيعاني كتلقى بان ملي كتسمع الفرق ديال القسم الوطني الاول ما مخلصش فاش غتسنى من القسم الوطني الثاني كاين الاشكاليه, ولكن ملي كتدخل الفلوس الانسان كيحاول يفك المشاكل ديالو, ولكن القوه اللي كاينه هي ما كاينينش لي زانترفونون بزاف اللي كيحاولوا ياثروا على الجو العام. انا فهمتك ما نقولها بصراحه الحاج تراك ولد الكره ودوزتي تبارك الله كاين الفضوليين كاين اللي باغي يتصور زيد خاصنا جيرون خاصنا نبقاو ناخذوا جيرون كلمه مهمه راه خاصها لي سير, علاش بريزيدون خصو يبقى يهبط راه يقدر يكون مدير ديال 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 الفرقه ويسير مزيان راه مكناس مكناس بوخديجه منيعيه وبشوط التليفون راه مرة بوحدها تخيل ديك المرة داك الكم ديال السباد والمعيار تتسب شتا وعلاش كتسب ما عرفتش علاش علاش ناس علاش دار الماتش ديال الكناس وبركان في الفيستيار هذاك الشيء اللي دار ديك المرة لا حول ولا قوة الا بالله انا شفت انا شفت مشاو لديك المرة كان ما عرفتش كدير وانت اللي جبتي لنا كركاش وهاي جابت كركاش مثلا ولا كركاش راه مدرب وتي لا لا شوف واحد الوقت انا كنت جيت سمعت بان كاين الايادي الخافيه لا الايادي الخافيه شوف انا هاد الايادي الخافيه بغيت نعرف كيفاش انا هاد الايادي الخافيه واش مايمكنش شي تيقطعوها ولا شي لعيبه ماشي انا هاد الايادي الخافيه كثرات هاد الهضره واش انا بغيت نعرف هاد الناس واش ميبغيوش مصلحه ديال المدينه ديالهم مصلحه ديال المدينه ملي كتولي مصلحه المدينه راه كنت كتسمح في الحقوق ديالك لا عندك شي حق اكزاكتلي الا بحال مثلا كنتي مسير وما بقيتيش مسير وضريتي الفرقه راك ضريتي راسك واخا انت ما بقيتيش
ولا مشيتي ريتي ولادك لقاش ولادك كيبغيو لك الفريق اكزاكتوم. ولا مشيتي انت من الفرقه شوف الناس راه ملي كتمشي كتسير شي فريق ولا كتسير شي قطاع ولا كتسير دوله ولا كتسير هذا راه خصك تكتب التاريخ. الناس كيقلبوا التاريخ, الناس ما كيقلبوش بانه يقول لك هذاك يمشي للمزبله التاريخ. راه خص بنادم يكتب الدون وعلى الاقل يكتب سميتو ملي كنجبدوا نتيفي كنقول نتيفي سي كوب محمد 5 سي سي, سي الكره سي هذا جاب لنا ريال مدريد جاب لنا ملي كنجبدوا مكوار كان اول واحد دار ان كلوب ان كلوب ستركتيري ولا ملي كنجيبوا السملالي كنجيبوا السملالي الله يرحمه هذوك كلهم الله يرحمهم السملالي حتى هو ناضر كل شيء من اجل المغرب مشى باغي هل كأس العالم هنا واحد كيكتب راسو كيكتب كنجبدو بحال مثلا الناس ديال وجده كنجبدو الناس ديال قنيطره كندومو هادو الناس واش دومو الهاشمي الهاشمي واش دومو كان كيربح من الكاك دومو ما كانش كيربح من الكاك ولكن دابا سميتو باق ملي كتقول دوم ملي كتقول الكاك كتقول دومو ملي كتلاقى مع دي زونسيان جوار انترناسيونال كيقول لك دومو ملي كتلاقى مع مسير باقي عايش كيقول لك دومو ولا كيقول لك مكوار ولا كيقول لك الهاشمي ولا معاش معاش ولا كيقول لك مكوار ولا هنا الناس كتبت راسها في التاريخ. وكاين اللي كيجي اون فوا كيبعد من الفريق كيف داك يريب الفرقه ديالك عين هنا دابا مساله الضغط اللي كاين دابا انا اي واحد كيبغي يمشي من شي واحد البلاصه كيبغي يخليها بان الفتره ديالو هو هو اللي كان مزيان كيحاول الناس يقولوا عليه واش هذا ماشي هو المشكل ديال طنجه واش هذا هو ماشي المشكل ديال طنجه ربما ما نعرف ما نقدرش نقول لك انا طنجه انا كان سي عبد الله غانم الوقت اللي كان جا للفريق الرجاء الرياضي وكنعاود نقول سي عبد الله غانم ما تعرفنيش كتسمع لي في الراديو تعرفو تعرفني حيت ملي كنا كنمشيو سي عبد الله غانم ماشي من داك النوع اللي كيجي يسلم على الصحفيين واحد السيد تيدير خدمته تيدور هو الصباح تيدور في التيران سي عبد الله غانم جا الرجاء كان في ديفيسيت كان وقع لها مشكل لان جا السي عبد الحميد الصويري دفعات بزاف الامكانيات والنتائج ما تبعاتش وقعت الازمه داخل فريق الرجاء الرياضي جاوا بزاف اللعابه جا سي عبد الله موان 600 لما 800 ما عنديش بالضبط الرقم سي عبد الله اختار حل اللي ما كانش سهل ما كانش سهل انك ما تجيبش اللعابه وتلعب لي جون وكذا ودافع على الحل ديال اللي لقى ودافع على السيتوياسيون هذا هو اللي قلنا قبيله تقارن بشخصيه وي مثلا السي العموري مع الكيل غيعترض مع العموري وما يعجبوش العموري في التسيير ولكن عنده واحد الطريقه مشي بها رشاد برتا الشواف وي اولا قلاولي معك تاع المحمديه عندهم واحد الطريقه مشين بها فريق تاع المحمديه غادي ناخذ الفاصل مع منه موجز المونديال الخاص بكاس العالم للانديه مع السي محمد بوتوزاز ونرجعوا للمستمعين. طب دوزيام ديفيزيون تغيير المدربين هذا جاني في دوزيام ديفيزيون اكثر من الهوات افيق في الصباح خسر هذاك في الصباح جيب هذاك في العشيه سير هذاك من هنا جيب هذاك من هنا وهادشي اللي كاين في واش وحنا كان الا قلنا بريمير ديفيزيون الجمهور هو اللي تيساهم في تغيير المدرب شكون كيساهم في دوزيام ديفيزيون تغيير المدرب الحاج رئيس بوحدو ها كيف الرئيس بريمير ديفيزيون الجمهور تيضرب شوف الرئيس لا لا ملي الجمهور الجمهور سي نورمال ملي كيكون الجمهور ملي كيكون الجمهور متتبع وكثير وكذا وكيعرف النتائج هذا كيبدا يصفر على المدرب يصفر ولكن اكثريه ديال 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 الفرق في القسم الوطني الثاني بدون جمهور اذا لو سول اللي كيبدل راه هو الرئيس الرئيس ما كيعجبوش المدرب ولا هذا كيقول لك على حساب النتائج معقولة شوف المدرب نقول لك بكل صراحة المدرب مع النتائج مع النتائج مزيان المدرب إلى النتائج ما سافت وشي إلا بعد المسيرين اللي كيعرف اش عنده في الفريق الحين كاين لو بريزيدون اللي كيقول لك انا الفرقه راه عندي عاديه وتا هاد المدرب هادو راه كنشوف الخدمه اللي كيدير راه هي اللي خصها دير كيتحمل مسؤوليته وما كيخوش عليه حتى هو داك الضغط ديال الجمهور ولا ديال لي زاديرون ولا ديال هاد ملي كيولي بحال مثلا فريق فريق اللي في القسم الوطني الثاني اللي يمكن عليه ضغط ولا يمكن عنده بروجي باش يطلع للبريمير ديفيزيون كيبقى كما وقع لسعيد الصديقي ديال مع المسيره لحقاش المسيره هو الفريق في المغرب الفريق في المغرب اللي حاليا خصو يصعد للقسم الوطني الاول ماشي خصو يصعد لا خصو يصعد حيت بداك الدعم المالي اللي عنده هذاك الدعم المالي مفروض عليه بانه يكون في القسم الوطني الاول هذه مساله طبيعيه ملي يمكن ما حصلش على النتائج ورا سعد الصديق راه هو اللي يمكن يحكي لكم هذاك باش يرضي دوك الناس اللي كيعطيو لا سيفونسيو باش يرضي المسيرين معاه وباش يرجع يدير تاشي الجمهور اللي كيمشي ضحيه هو المدرب وهذه كنشوفها مساله عاديه. نعم مساله تفضل الحاج انت دوزتي انت فرق كثيره كما قلت
بريمير ديفيزيون تيجيك الرئيس ودير عندي ضغط المنخرطين والجمهور ورا والدوزيام ديفيزيون شنو كاين كنسمع بعض الفرق راه ما عندهاش حتى المنخرطين واخينا ولكن كتكون هناك مكاتب مسيره حنا كنعرفوا بان شوف اي مدرب ملي كيتعاقد مع فريق كتنطبق معارضه داخل المكتب عنده داخل المكتب فمجرد ما كتكون النتائج سلبيه كتنوض هذيك الجهه المعارضه كتبدا تقول له قلنا لكم هذاك ما صالحش راه قلنا لكم هذاك ما يصلحش لهذ الفرقه راه كيف كتكون ديك اللجنه المعارضه وكتولي مؤثره شنو اللي كيخليها كتولي مؤثره النتائج السلبيه كتولي في صفهم هما في ذاك الطرح اللي كيقولوا الرئيس يا اما كيكون قوي وكيمشي ضد داك التيار وكيامن بالعمل اللي كيدير ليه داك المدرب وكيامن بالامكانيات ديال اللعابه عنده وكيبقى محافظ على داك سميتو ربما السكه كتغير بشويه بشويه كيبدا يتغير الاتجاه ديال الفرقه وكتجي النتائج ايجابيه ولا كيكون العكس ربما النتائج السلبيه كتعاود تزيد ثاني وكيولي ديك الساعه الرئيس مجبر باش يدير واحد التغيير هذاك التغيير غير لارضاء لانه هو عارف راسو بان المشكل ماشي في المدرب عارف بان الامكانيات ديال اللاعبين اللي عنده وعارف بان ربما تكون حتى الامكانيات اللي موفره هو ماشي ذاك ولكن كيصطدم مع التيار المعارض اللي كيكون عنده داخل المكتب مع التيار ديال بعض المنخرطين اللي كيكونوا في الفرق خاصه اللي كيكونوا في المدن الكبار اللي كيكونوا عندهم بعض المنخرطين اللي كيكونوا حتى هما عندهم واحد التاثير على المسار ديال الفريق انا كنقول دائما اللي كيكون واقف مع المدرب هما النتائج ديالو ماشي كاع الفرق يديروا النتائج النتائج وضروري ما كيوقع ديك الشو دابا الترتيب راه يلاه حيد يلاه بني من لالو مكناس بني من لالو مكناس تي الهزائم ديالهم قليله وحتى فرق اخرى كلها الا تبعنا هذا الواقع مرج ماتشات تحيد مدرب لا هذه ياك ولا لا الا تبعنا مزيان الواقع شوف من غير راكو لا شو مساله عاديه عرفتي علاش مساله عاديه حتى المدربين دابا وجدوا تا المدرب دابا مزيان ما تسويش في الفرقه هاي المدرب المشكل كيعيط الرئيس كيقول له ودي راه شفت الماتش ديال الفرقه واقفه لا الفرقه اللي ما واقفاش كاين دراري كاين المشكل هذا مهم هضر فيه كاين كاين دراري عندنا عندكم لعابه مزيان خصنا اللي يوقفهم خصنا اللي يوقفهم اكزاكتو فهمتي راه كاين دابا اوروزمون لو عندنا مدربين كثار عاي المشكل ديال المدرب دابا اللي حالي ديال المغرب المشكل المغرب ما عندوش مشكل ديال المدرب هذاك ما غادي نقولوا لو كوليك ديالو خاصو يحافظ ليه لا سمعته يحافظ ما عندوش مشكل كيقول عندي مشكل باش نخدم وصافي نسوق هذاك هو الواقع هذا بيت القصيده يهضر فيه حاجه نجمي لا هذا اخلاقيات ما اخلاقيات مينا اللي كنطالب من هذا المنبر ديالكم هو الساعه حق من دوزه رئيس الوداديه يباطر باش يدير اول اجتماع لا بلاتي لا ما يبقاش تقول لا انا نقول لك انا الوداديه واش تعطيني كلمه امين ما كاين حتى مشكل انا نقول لك مثلا خص من دوزه ولا عبد الحق رزق الله شو سميتو يدير واحد الرينو بلي بلغف ويحضر كل شيء المدربين وكان هذاك ميثاق الشرف اللي كيتعلن بالافواه باش دار كتابيا حيت كما قالت محمد الاخلاقيات زيرو كاين المدربين اللي كيشومي عام ولا عام ونص كيجي فين ما كيبان ليه الفريق خسر جوج هزائم انا راه العمايه الحاج حنوني يشهد وسمع محمد العمايه بدون ماتش ميكون مثلا برش الذهاب ديالي من مسيره عادي مسيرة احتراماتي عادي هذاك الشيء هذا حقيبة أي مدرب كيكون شادة في الدو هذا النتائج ولكن لو في باش مثلا واحد يكون إلا كان كيتصنت لي راه كيعرفني إلا كان كيتصنت لي راه كيعرفني هذا المنتج هذا الخطاب يراعي صحابه بعدا اللي كان كينتمي لذاك الفريق اللي فيه اللي كان كبر فيه يحترم بعض الناس اللي كبرت معاه عارفش يحترم واحد اخر اللي كان اللي ما تيقولش بانه صديق ولكن دابا انا بلا ما نسميه كل واحد يلقى بالو كاين السميات عندنا لا السميات انا محتاج نقول السميات في البرلمان انا نعطيك السميات ديال البرلمانيين كاع انا هذا الا عطيتو سميتو انا نعطيه حجم نحجمو حجمه هو دول المستوى في طبعه في صورته في المدينه سعيد لا تلك شوف سعيد شوف هادشي اللي كيف قلت لك في الاول شوف المدرب وراك انت قلت لها المدرب في اي وقت الا كانوا نتائج سلبيه خصو يعرف راسو غادي انا ملي جبت لك مدربين هذوك المدربين هذه انا حضرت لها وشفت
وسمعت بان واحد كيحرض مسؤول وما شافنيش هو. انا كنت جالس تقريبا واحد جوج كيحرض وكيدير لي كينات لي وهذا وابري واحد دو جورني ولا شي حاجه جاب هذاك السيد اللي كان انا حضرت له هذه واحد 3 سنين. هذا انا بغيت عن اللي بغيت نوصل جبتي ماندوزا ولا جبتي الواحد. شوف الواحد اللي ما عندوش الاخلاق واللي ما عندوش وما كيعرفش شنو بحساب بان راه هذاك كوليك ديالو راه واخا يمشي سيني معاك ميثاق شرف ولا سيني معاك في لاهاي ولا سيني معاك في الامم المتحده راه نفس العقليه. هنا اللي كيبقى هو المسير خاصو يكون حتى هو في المستوى. المسير خاصو كيعرف راه كيف قال قبيله نجيب راه كاين المسير اللي كيعرف بان راه هذيك الفرقه ميصلح لها هذاك المدرب اللي عندها واخا نتائج هو حيت عارفنا واحد اللي كيعرف فرقته كيعرف اللاعبين ديالو واللي كيعرف وكاين المسير اللي كيكون عليه ضغط ديال المنخرطين ولا ضغط ديال الجمهور ولا دا باش يسكت هذوك الجمهور خاصو يضحي بالمدرب. حنا دابا راه كنتسناو في اي وقت في اي لحظه في اي دقيقه يعيط لك يقول لك واخا جلس معنا راه حنا غادي نفضيو هذا الشغل اللي عيط قليل من المدربين. علاش انا دخلت نقاش مع السي سعيد باش يوقفتك باش ما تقولش الفكره ديالك. واذا المدرب واش لها وجود اول حاجه وهنا ما تهضرش على الشخص لان ملي كيهضر مع المدرب انا تيقلقني والمدرب يقول لي بعد حق مندوزه راه شخص عبد الحق مندوزه ولكن هو الرئيس راه هو الرئيس راه بوحدو واش هو اللي مانع الناس تدخل واش ما كيقدر يدخل وشنو هي الاورغانيزاسيون شنو هو حنا نسمعوا كيهضروا على البروجي شنو هو البروجي ديال المدربين نقدر نسول مثلا شنو هو البروجي ديال المدربين. انا شتت جمعات مره واحده مع غيبي هذا العام في البرمجه في الاول العام قبل ما يبدا السنه وتجمعات مره اخرى مع كاريتس قال لهم مدربين المغاربه فاش كان شي واحد قال ليه راه قال كيقول لك انت مدرب ماشي قد النتائج اللي كتقول ماشي هذا جا هو دواء وتجمعات لا كاريتس ما عندوش حق يدوب مدرب المغرب مزيان كاريتس ما عندوش حق يدوب مدرب المغرب ولكن فين ولاد المدربين هذا الميثاق الشرفي كدوي قلت لها الحاجه ما متفقش معك الحاجه ولا غنعقب على كلامك. علاش هذا ما يكونش هذا الضامير بلاتي وهذيك لا ليسونس اللي عنده شكون كيفاليديها مع الجميع ديال المدربين انا كنقول لك سكيسيون ديال ضمير مزيان الا ثبت ان داك المدرب مشى ليغرادا ومدرب خدام ايوا خدام حقيقي كنهضر مع انت رئيس صاحبي كنهضر معاك التليفون كنهضر انا وياك انا جالس انا كنتفرج شكون قال لك بانني انا حرضت عليك فهمتي المشكل اللي كاين راه الاخلاق شي راه ما كانش الاخلاق انما الامم الاخلاق وما بقيت ان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا فما يمكنش ما يمكنش تقول لي انايا هذاك راه حفر لهذا ولا هذاك حفر لهذا اش غدير ليه الا ما كانش ما عندوش مرجعيه هو كتحكمه ما يمكنش تحكم فيه انتيا لان ميثاق شهر نكتبوه ولا وداديه المدربين ولا هذا كيبقى دائما هذا الشيء. حنا كما كنقولوا هنا ديما كنقولوها مع كامل الاسف لان حنا حتى حنا الوداديه ديال المدربين خصها تنوض وتشتغل على هذا الاساس بان تكون عندنا مشاريع ديال العمل. حنا ما عندناش مشروع عمل نكونوا واقعيين لان الوداديه مناسباتيه مع كامل الاسف. كاين الرئيس كيخدم على اساس بانه هو الشخص الوحيد اللي كيخدم ولكن الا جينا نشوفوا المكتب واش كيخدم المكتب واش فعال واش عنده ايه كاين هذا المشكل ديال لا فورماسيون كيكون فيها في الشراكه مع مع مع, مع الجامعه ولكن هذا دائما داخل في اطار شراكه مع واحد القطاع. ولكن الوداديه كوداديه خصو يكون عندها مشاريع اللي تكون على طول السنه ويكون هذاك المكتب اللي هو مكتب تنفيذي والمكتب اللي كياتت هذه الوداديه يكون كيشتغل على اساس تنوير المدربين. حنا ملي كنذكروا على المدربين ما كنذكروش على المدربين ديال النخبه هما اللي كيشتغلوا في المغرب. المدربين ديال جميع الفئات ما في ذلك لا الفئات الصغرى ولا اقسام النواه الاقسام الشرفيه كيكون واحد التوجه عام وديك الساعه من خلال هاد الندوات ضروري كيكون المدربين ديال النخبه هما اللي كيكونوا على الساحه باينين ولكن الاشتغال كيكون في العمق الاشتغال كيكون في هاد في هاد في هاد على هاد الاطر. ولكن راه ملي كنجيو نقلبوا هاد الوداديه تاعي كاين ضعف الامكانيات كاين كاين هاد الغياب واي واحد لان حتى في الاجتماعات ملي كتنادي الوداديه في الاجتماعات شحال واحد كيجي
هذا كان خضر على الاطر ديال النخبه لا القسم الاوطاني ولا القسم الوطني الثاني. كتلقى دائما تقريبا كاين ثلث من هاد من هاد من هاد من هاد من هاد من هاد الاعضاء اللي كيبدلوا المكتب التنفيذي. بعض المرات كتلقى كما كيجي منه حتى واحد يلا كاين عبد الحق مندوزا وبيعي وبعض المرات العربي يقولها العربي يقولها هادشي اللي كاين الوزاني كنظن فيه الوزاني كما كاين العكس اللي ما كيجيوش فهمتي كامل الاسف الوزاني ولا حسن العون. شوف غنقول شوف كاين بزاف علاش ملي كنبداو نهضروا على شي على شي قطاع ما ولا شي بحال مثلا المدربين ولا هذاك لا هضرنا على المدربين مشكل هضرنا على المسير مشكل هضرنا على الفرق مشكل هضرنا على الجمهور مشكل. اذا هادو كاع المكونات ديال الكره فيهم مشاكل ملي فيهم مشاكل قلت لكم في الاول خصها تعاود من الاول ونشوف اصلاح هذه اصلاحات اصلاح ما راه كل سمحوا لي باش لقيت تغيير المدرب معنا سي نور الدين حراف اللي جات الفريق شباب هواره واللي هو جات نور الدين حراف بعد سوى النتائج. حنا نعرفوا انه هواره جاوا عنده واحد النهار قال له طلع البرو دوزيام ديفيزيون لانه ما كانش عارف راسها هواره كانوا عارفين كانوا يا رجل هنا رجل هنا ما على حسب اللي عرفت ما جابوش اللعابه باش يلعبوا في دوزيام ديفيزيون عنده مشاكل كثيره. نور الدين يرجع من كندا وتعود الكداني نشوفوا شنو هي المشاكل اللي تعيشها هذا الفريق وشنو هو اللي طلبوا منه هذا المسير فاش جابوه الفريق. نور الدين اهلا بك. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا مستمعي الكرام واهلا بالسي النجمي والسي الصديق والسي الحنان. سي نور الدين تنعرف كنظن ان تفضل تفضل نور الدين. ما كنظن ان النقاش اللي هو شيق النقاش اللي ما بين الاخوان لان هادو هما المكونات ديال 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 كرة القدم داخل الوطن. لان كما قال لك السي النجمي كنظن ان كاع قال المتداخلين في هذا الحقل هذا كاين خلل فيه. كنظن ان يجب اعاده النظر في بزاف الحوايج باش نكونوا واقعيين لان في العالم كامل النتيجه هي الاخ هي الصديق والعميل ديال المدرب. فالانسان ما يكونش مقلق لان النتائج ما تتكونش صاره. كاين مدرب اللي تيجي تيبدا مع الفريق من الاول تيدير انتدابات ولكن هذوك الانتدابات ما تيكونوش في المستوى ولا اللاعب ما تينضبطش مع المدرب اللي كتعطاه فرصه على اساس انه يبقى واحد الشرق ومدى المقابلات. ولكن ملي كيجيو المقابلات ما كنتش ما كتكونش النتائج. كنظن ان شي حاجه عاديه في العالم كامل لان ما يمكنش ان الجمهور ولا المسيرين يبقاو ينتظروا حتى الفريق يوقع في ازمات كبيره. فنكونوا رياضيين هذه هي كره القدم داخل الوطن. ملي كيبقى اللي خاص الانسان يوقف عليه وهو ان الانسان اذا خدم واحد دار واحد العقد مع واحد الفريق واحد السنه ولا سنتين وانفصل عليه فان هذيك السنه كلها يدوزها بيضاء ولا ينزل يخدم في القسم الشرفي وتكون واحد الاندماج حتى بالنسبه للناس اللي خدامين في القسم الشرفي تكون عندهم حتى هو الحق ديالهم باش يخدم في الاقسام ديال اما الجهينه في اما الجهينه في. كنظن هذا هو العقل باش نكون باش الكل يقدر يندمج داخل هذه المنظومه هذا وما يبقاوش المدربين اللي في القسم العواس محقورين ومدربين اللي كي مثلا في نفس السنه في القسم الوطني الاول ولا في القسم النخبه كيدوز على اربعه الفراقي مدربين ما كيخدموش. كنظن هاد الورش هذا راه كبير بزاف وكبير هو السي مندوزا ولا السي كورا ولا السي بي اي ولا الاخوان اللي مكلفين بهاد الجمعيه هذه. كنظن ان خاص اعاده النظر في هاد الادماج هاد لي جون هاد نور الدين في المشاريع اللي عندهم. نور الدين اش نطلبوا منك هو راه انت دابا جيتي في فرقه اللي عندها انا 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 مشيت انا كنت غنسد على على مشيت عامين على اساس ناخذ تكوين في كندا ونبقى في كندا واحد العامين لان هذاك الشيء تيامن داخل البلاد مع كامل الاسف. لان رغم بزاف الصعوبات باش ممكن ان الانسان يدير واحد الخطوه ناجحه ويخلوك يزيد مازال تجي تنجح. حنا داخل هذه المنظومه هذا دير خطوه مزيانه من بعد تلقى الحفاري تلقى بنادم الكسي تلقى بزاف الحوايج كتصطدم مع عباد الله. دونك بغيت ناخذ واحد الراحه ديال عامين نمشي لكندا عندي حقوقي في كندا نمشي نتكون شويه ونرتاح. وقلبت كاع حتى بغيت ندير واحد التكوين تماك ديال صحفي رياضي ونقلب كاع لان كنظن ان لما تعد الحقل هذا ما تنضرش غادي ما غاتزيدش الكره. اتصلوا بيا هو راه على اساس ان كاين مشكل ولكن ما كنتش عارف على اساس ان الليطا ديال هو راه ما كانوش عندهم مشاكل كبيره. علاش؟ لان لا فيدراسيون ما خلاتش فيهم الوقت
فين هو ما عرفوش راسهم واش هما لاعبين مع الهواد وهما لاعبين مع داخل الجي ان اف دو. دونك داروا انتدابات على اساس ان واحد 70% غادي يلعبوا في الهواد مع سيكاداني. جاب لاعبين كلهم من الهواد من هذيك المنطقه وهذيك المنطقه هذيك الهواد راه ما لعبوش لعبوا لا 19 ماتش وبقاو كلهم هذوك الانتدابات راه ما لعبينش هذوك الكوتي كله ما لعبش لعب غير 19 ماتش وبقاو باركين. دونك ملي لقاو راسهم في الجي ان اف دو غادي يلعبوا ديجا داروا لي كونتر مع لي جوار وما داروش واحد 50% لاعبين اللي جابوهم لاعبين في الجي ان اف دو باش يندمجوهم لان هما اللي عندهم هذوك عارفين كيف باس في الجي ان اف دو ما بغاوش يتمعهم لان غادي ما عرفوهمش غيلعبوا في الهوات ولا غيلعبوا في القسم الجي ان اف دو. هذا هو الخلل اللي كان. دابا ملي جيت جيت نهار السبت دوزت معاهم 3 جور وقفت معاهم في المقابله. دونك وقفت على الحقيقه ديال 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 هاد اللاعبين كلهم اللي كاينين على اساس انها خاص ضروري وضروري جدا على اساس ان واحد 5 لاعبين اللي لاعبين في القسم الوطني الثاني وعندهم تجربه كبيره ولاعبين 30 ماتش وعندهم خصهم الفلوس خاص غلاف مالي للشباب هو راه باش ممكن تخرج من هاد الازمه. واش طلبوا منك المانتيه ولا طلبوا منك اش طلبوا منكم المانتيه شنو طلبوا منك؟ لا هما طلبوا مني يبقاو في القسم الوطني الثاني وغنشوفوا دابا كانوا صريحين معايا سنين هذا الكونترا ديال عامين على اساس ان غادي نديروا نكونوا نحاولوا نحافظوا على التوازن ديال الفريق على الاقل حتى توصل للمرحله ديال باش ممكن ان نجلبوا لاعبين ما يكونش واحد الفرق كبير ما بيننا وبين واحد الفروق اللي خصنا نبقاو شادين فيها. خاص العواد كبير بزاف باش نلقاو مشاكل على واحد خصني واحد التوازن ديال واحد جوج ماتشات شي بوان كاع باش ممكن ان نخرجوا من هذه الازمه لان كاينين لاعبين كتعرف كيما الكره في الجي ان اف دو لان كاينين فروق اللي هي قويه في القسم الوطني واحد 6 ولا 7 ولكن الفروق اللي كتلعب اللي غادي يطلعوا كيكون لوجيكتيف ديالهم غير جوج لان راه لا الفروق اللي كاينه قويه هي راه كلها ممكن ان واحد 6 تلعب في القسم الوطني الاول ولكن ما كاينش واحد الغلاف مالي كلشي كيتصارع باش يهرب من هذيك المنطقه باش ما يطيحش وينشط القسم الوطني الثاني والا واحد الفروق اللي هي سيريوزمون انها باغا تخدم باش تكون في القسم الوطني الاول. دونك هذوك الفروق وي حنا ما شفناش هذا الفنور الدين كنشكروك على التدخل ديالك لان بغينا نعرفوا انت مين المدرب اللي يلاه جاو لفريق شباب هوار. نظرا لضيق الوقت نور الدين كنشكرك على التدخل ديالك. سنعرفوا القضيه ديال شباب هوار اللي شكلت كارثه في الاول ما عرفناش واش غيلعبوا ما غيلعبوا حتى انكم انتم كاين اللي نورمالمون الريتم ضاع عليه بسبب هذه القضيه شباب هوار لان ما بداتش البطوله تاجلات شهر كاين اللي دار اون بريباراسيون بريسيج لواحد الحاجه من بعد تعطلت عليه من بعد حتى البروغرام البروغرام اللي خرج من لا فيدراسيون ما كانش هوار ما كاينش هوار دايرين اكس دايرين اكس اكس فهمتي كان حتى لو بروغرام اللي توصلنا به في الاول لا راه ما كانش في البروغرام وهذا مشكل لا بالنسبه لهم هما لا بالنسبه للفرق الاخرى اللي كان عاود تاجلات البطوله تقريبا شهر وهذاك الشهر ولات كل شيء مرتاح. بقيت لعبتوا تقريبا شي 14 انا لعبت مع المسيرات 18 ماتش اميكا وغادي اكثر اللعابه تقدر يجي ماتش اميكا طلعت انت في الماتش طلع ما يكون باش الاخوان اللي عايشين دابا في الا ما توصل الفرق بدل المسائل الماديه اللي باقا معطله البريمير ديفيزيون غتوقعوا ازمات كبيره في اكيد كنظن بان المشكل المادي الفرق اللي كتربح فكنظن بان الا كتربح ولا لان الان لان الرواتب ديال 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 الاكثريه ديال الانديه راه كلهم شهرين والفوق عندهم كيتسالوا ثلاث شهور كل فرقه شحال كتسال اذا وكلشي كينتظر المنحه ديال الجامعه اللي تقريبا انا دابا ما عطاهمش جوج ديال 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 لي ترونش سو كيفي الانسان الميزانيه ديالو اللي متراسه لو بيجي بريفيزيونيل ديالو داير بحساب بان كاين عندي هذه غتدخل ديال الجامعه هذه غتدخل ديال المجلس سو كيفي المشروع اللي داير على هذا الاساس. ف انا اللي كنبغي نقول كنتمنوا باش هاد الساروت يتحل في اقرب وقت هاد الباب ديال الكريت ماديه وكنتمنى ايضا السي نور الدين حراف اولا نقول الحمد لله على السلامه وكنتمنوا ليه باش النتائج كنتمنوا ليه النتائج كنتمنوا ليه ان شاء الله النتائج تكون في مستوى التطلعات ديال مدينه ولا التيمه واللي كنتمنوا ليهم ولجميع المكونات باش يوقفوا بجنبه باش يمكن يخرج الفرقه من هذا هذه ولا التيمه هذا حين دابا انت راك داير واحد البصمه
تما ضروري اللي كاين السي امين غنزيد اضافه الا بقينا كنهضروا على الفيدراسيون غادي دير الفراقي وداك الشيء غنبقاو نفس المشاكل السنه الجايه والسنه اللي بعد منه راه الا ما كانش موارد ماليه قاره بالنسبه للفرق وما كانش تكافؤ الفرص بالنسبه لهذوك القطاعات اللي كتمول بعض الفرق وتمخصها تمول حتى الفرق الاخرى راه ما يمكنش الرياضه تزيد راه هادشي اللي كاين. تفضل سي سعيد صدق. بعدا كنشكرك السي امين على الدعوه والحضور مع الحجاج شرف لنا كبير. نجيب حنوش ونحرج الى اللقاء.